والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته. ازيك يا بدر؟ اخبارك ايه؟ الف مبروك. ربنا يخليك. اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره السلطان بدر بن محمد. ازيك يا سلطان؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ والله الحمد عامل لله. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايه الدخله الحلوه وايه الجمال ده والميداليه الحلوه والطقم الحلو، كل حاجه حلوه. الحمد لله، شكرا يا حبيبي، انت عيونك كده حلوه يا كابتن اسلام. ربنا يخليك، لا ده كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه الفقره وخصوصا مع بدر بنون، بدر بنون قريب جدا من قلوب كل جمهور النادي الاهلي. اسال اول سؤال وده بره كل حاجه. ازاي عملت كده؟ يعني ازاي الناس كلها دلوقتي شايفه ان بدر بنون بقاله 10 سنين في النادي الاهلي وانت ما بقالكش 3 شهور تقريبا او ايوه شهرين ونص ايوه. ازاي ده حصل يا بدر؟ هو الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، وده الشغل اللي بشتغله شغلانه جامده الحمد لله، وكنت مركز وكنت عارف انني اول ما انزل على نادي الاهلي ويبقى نادي كبير لازم يتطلب مني اعمل بجدية علشان اكسب حب الجمهور. الحمد لله ربنا برضو زي ما قلت لك توفيق من ربنا، وحب الناس حاجه حلوه في حياه الانسان. طبعا هتكلم معاك كتير وفي امور كثيره جدا في كاس العالم وحتى في دوري ابطال افريقيا مع انك ما لعبتش معانا، بس اكيد ليك دور هنتكلم فيه ودور مهم جدا. ولكن خلينا نطلع الاول نشوف تقرير عن بدر بنون سلطان النادي الاهلي هذه الايام، ونشوف بقى نرجع بعد هذا التقرير عن بدر وبعد كده نتكلم فيه كل شيء. وما تنسوش اسال بدر بنون مع الشاطر هاشتاج، اي اسئله حضراتكم عايزين تبعتوها لبدر، وهو قال لي انا النهارده اي حاجه هرد عليها واي حاجه هتكلم فيها. فخلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن بدر بنون ونرجع نكمل مع حضراتكم. بدر بنون في ظهوره الاول منذ ان اصبح لاعبا في النادي الاهلي على شاشه قناه الاهلي، وزي ما انا شايف الحقيقه يعني اسئله كثيره جدا حضراتكم بتبعتوها. ان شاء الله انا هاخد كل الاسئله اللي حضراتكم باعتينها على هاشتاج اسال بدر بنون مع الشاطر. بدر هبدا معاك باللي انت جاي منه النهارده، يعني كاس العالم للانديه، اعتقد ان ده مثل او حاجه جميله جدا ان انت تلعب في كاس العالم للانديه. ايوه ده بيبقى حلم تبع اي لاعب يكون موجود في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم للانديه. الحمد لله لي الشرف انني اليوم واحد من بين لاعبي الاهلي اللي توجوا بالمرتبه الثالثه، والحمد لله ده شيء ايجابي بالنسبه لي في تاريخي وفي سيرتي اللي راح تبقى بعد ما بطل الكوره. الحمد لله انا زدت فخور بالميداليه دي، وزدت فخور بزملائي الكل ولا الطاقم الفني ولا كل اللي كان وراء تتويجنا بالميداليه دي. حلوه الميداليه دي، يعني طبعا حاجه جميله جدا ان انت تكون معاك ميداليه، على الرغم من ان البعض بيحاول يقلل من قيمه كاس العالم للانديه. لا لا لا، هو شوف هي بطولة بتضم كل الأبطال من جميع القارات. ايوه احنا لعبنا الفايز بالدوري القطري، وبعدين لعبنا الفايز بدوري الأبطال الأوروبي، وبعدين لعبنا الفايز بكأس ليبرتادوريس. كل مدرسة وبتلاقيها مختلفة عن المدرسة الثانية. الحمد لله احنا أخذنا الإيجابيات من البطولة دي وأخذنا برضو السلبيات على انفسنا، وعلى مثلا في ماتش البايرن اخذنا كثير ايجابيات من فريق البايرن علشان نطبقها برضو احنا في فريقنا نادي الاهلي، وراح نشتغل على ان شاء الله اللي تخلينا ان شاء الله نرفع من المستوى تاعنا ان شاء الله. المباراه الاولى بالنسبه لكم مباراه الدحيل ووجود النادي الاهلي قبلها باسبوع تقريبا، هل ده فرق معاك؟ ايوه طبعا، هي بتبين لك القيمه الكبيره تبع البطوله دي بالنسبه للمسؤولين تبع النادي الاهلي. هما انت رحت قبل كل الفرق هناك اسبوع وانت تحضر المقابله امام فريق اللي مش راح نقول غريب، بس هي فريق مش راح تواجهه الا في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه. الحمد لله
درسنا كويس مع الطاقم التقني، وبرضو الحاجة الإيجابية في الماتشات الأخيرة أننا أصبحنا نتفرج على الماتشات تبع الخصوم تبعنا، وكل لاعب يركز في اللاعب اللي راح يكون جنبه، والحاجات دي فرقت معنا في الماتشات الحمد لله. في مباراة الدحيل الشوط الأولاني كان مختلف خالص عن الشوط الثاني. الشوط الأولاني كنا متسيدين اللقاء ونقدر نكسب بهدف واثنين وأكتر كمان. الشوط الثاني الموضوع بقى أصعب شوية علينا، ليه؟ أيوة طبعا، الشوط الأول كنا مركزين جامد صراحة، هو بتعرف أنت في الشوط الثاني فريق الدحيل عمل تغييرين، عمل دخل اللاعب المعز علي، أيوة، والمونتاري ولاعب دودو خش على نص الملعب، وفضل إدميلسون ولا مش عارف إدميلسون ناحية الشمال، أيوة، وغيروا المهاجم برضو. طبعا هم عاوزين يجيبوا جول علشان يتعادلوا، فاهم؟ احنا الحاجه اللي اظن انها ما كانتش ايجابيه بالنسبه للفريق تبعنا اننا احترمناهم في الشوط الثاني او رجعنا للخلف شويه، وما كان في اوقات لازم اننا نحافظ على الكوره وناخذ برضو ثقه في بدايه الشوط الثاني، ولكن اهم حاجه اننا استطعنا اننا نبقى محافظين على الهدف والتأهل الحمد لله. تأهلنا، كسبنا الدحيل وتأهلنا إلى بايرن ميونخ. هذه المباراة الصعبة، يعني بايرن ميونخ احنا ما بنشوفهمش، اللعيبة دي ما بتشوفهاش غير على البلاي ستيشن. وانت بتلعب تلعب بلاي ستيشن؟ ايوه شوية. لعبت طاهر ولا ما لعبتش؟ لا طاهر جامد. طاهر وحمدي. طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي الاثنين بيلعبوا. أيوه. بيلعبوا بمين تعرف؟ طاهر بيلعب بالبايرن على ما اظن. يا راجل بالبايرن؟ طاهر ممكن بالبايرن، طاهر بيلعب بكل حاجة، هو برضه هو فشل وبيكسب. بيكسب الكل طبعا. ما حاولتش تروح تلعبهم ولا هو حمدي؟ انا النيفو تاعي بلعب انا وياسر ابراهيم على قدك كده. ولا والتر بواليا ولا كده، ولا علي معلول كده. بنلعب مستوانا كده. بس طاهر وبرده صلاح محسن برده كويس في البلاي ستيشن، كويسين في البلاي ستيشن. فاحنا الفرقه دي بايرن ميونخ ما كناش بنشوفها غير على البلاي ستيشن، حافظين ارقام اللاعبين اللي فيها من البلاي ستيشن. ففجاه تلاقي نفسك بتلعب قدام هذا العملاق الكبير البافاري الكبير اللي واخد 5 بطولات من 6 بطولات وخد الستة امبارح. فكرت في الماتش ازاي؟ هو الحمد لله احنا اول ما تأهلنا على فريق الدحيل الحمد لله الضغط الكبير اللي كان علينا ممكن نقدر نقول انه قل ولا زاد، لاننا كنا عارفين اننا راح نواجه البايرن، كانت عندنا رغبة اننا نفوز في ماتش الدحيل علشان نواجه البايرن نشوف المستوى العالي احنا واصلين فيه فين فيه. الحمد لله خسينا مركزين، قلنا احنا راح نموت نفسينا في الماتش ده والنتيجة بتبقى بتبع ربنا. ممكن هما حاجات صغيرة فرقت معنا في الماتش، انت شفت الجولين حاجات صغيرة، لحظة فقدان تركيز جابوا منه مجوان. على ما اظن اننا كنا مأدين دفاعيا في ماتش البايرن، كنا دفاعيا كويسين، بس زي ما قلت لك اخذنا منهم حاجات ايجابيه كبيره، هما الطريقه اللي بيلعبوا بها دائما بتصير الان بيتحركوا دائما بيخلق مساحه لصديقه لزميله كده. انت لو شفت ليفاندوفسكي كان يحاول ياخذني على نص الملعب علشان يفتح المولر عشان يفتح المولر ولا جنابري ولا لاعب ثاني. الحاجات دي اللي ممكن ندخلها في لاعبنا، في طريقه لاعبنا في نادي الاهلي، وان شاء الله راح تفرق معنا. احنا مستعدين اننا ناخذ ايجابيه زي ما قلت لك من البطوله دي علشان نضيف على المستوى اللي احنا الحمد لله ماشيين في تحسن فيه، وان شاء الله راح نشوفوا اهلي مغاير بعد كاس العالم ان شاء الله. ليفاندوفسكي ده واحد من او افضل لاعب في العالم. افضل مهاجم في العالم طبعا. انت قبل الماتش نمت كويس الاول قبل الماتش؟ لا الحمد لله، والله انا ما بخاف من ولا كويس لاعب جدا. لا الحمد لله عادي، تفرقش معاك افضل لاعب اقل لاعب ما فيش ولا لاعب. انا اركز على شغلي، اعمل ايه الكره لو طلعت هنا اركز على شغلانتي انا، لو كنت انا كويس الحمد لله ده الشيء. ثقة كبيرة جدا. لا مش ثقة، بس أنا عامل زي كده والله من صغري، أنا عامل زي كده ما أخافش ولا من ماتش ولا من لاعب، أخاف بس من لاعيبة زمايلي. لو الفريق كله ما كناش بنأدي كويس دي الحاجة اللي بتخوفني، أما خصم ولا فريق ثاني ما بخافش منه الحمد لله. يبقى أنت دخلت المباراة دي وأنت كلك ثقة إن أنت تقدر توقف ليفاندوفسكي، جنابري، سانيه، أي حد بقى بيلعب. الحمد لله. انا زي ما قلت لك احنا تفرجنا عليهم وكان لينا
كانوا هما لعبوا مقابلة بعد قبل يومين من الماتش تبعنا. كانوا لعبوا هيرتا برلين وتفرقنا مجموعين في الفندق كذا. وشفنا طريقة لعبهم عاملة ازاي. هما دايما زي ما قلت لكم يحب يعمل مساحة لصديقه أكثر ما هو يستغلها، فاهم؟ الحمد لله أنا كنت مركز كده وركز كثير على ليفاندوفسكي ومولر، والحاجات اللي ركزت عليها أن ليفاندوفسكي دائما ياخدك على نص الملعب ولا المولر ياخدك على نص الملعب والتاني أم واخد العمق. مين أفضل فيهم يا هو مولر يا مولر جامد. أنت شفت مولر جامد. مولر انت شفت مباراه النهائي مولر ما كانش موجود، الباير ما دارش بوجه وجه كويس. طيب بس مولر بالنسبه لك افضل لاعب في الباير؟ لا مش افضل لاعب، بس دوره مهم في الباير. دوره مهم، هو وكيميتش لاعبين اساسيين في الباير. لو الاثنين دول مش موجودين يبقى عندهم مشكله. ما احنا شفنا غاب مولر في النهائي الباير كان كويس، فاهم؟ وبرده ليفاندوفسكي هما زي ما قلت لك هما لاعب بيكمل لاعب كده وكده. وبرده الباك ليفت تبعهم ديفيس ده ما بيبطلش جري. ده هاني تعب. بس هاني عمل مقابله كبيره رائعه، بطوله كبيره. هاني عمل بطوله كلها كبيره الحمد لله. بتتكلموا مع بعض ازاي بقى في مثل هذه المباريات؟ يعني احنا هاني كانت عليه الحقيقه خلال الفتره ما قبل المباراه او قبل البطوله كان عليه كلام كتير، ان طبعا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي كانوا دايما بيحاولوا يعملوا عليه حملات عشان رايحين نلعب في كاس العالم. بتتكلموا مع بعض ازاي بقى بدري وانتم موجودين وانتم قاعدين في الفندق، خصوصا كان عندكم وقت طويل؟ بص طبعا انت انا مثلا انا وهاني بنتكلم كتير، على سنة انا دايما اغطي على هاني وهاني دايما يغطي علي لو كانت الكره ناحيه ايمن. انا وهاني كنا بنتكلم كثير، وفي الماتش اللي اتذكر اننا تكلمنا فيه انا وهاني كثير وكنا مركزين فيه كثير هو الماتش تبع بالميرس. ايوه علشان تفرقنا عليهم انا وياه، وكنا شايفين ان رقم 10 ينزل برضه نص الملعب، بس رقم 11 دائما يعمل يوروني يقطع للجول. دائما هو يقطع بيني وبين هاني. وفي اي ماتشات اللي لعبهم بالميرس في كاس العالم ماتشين دول رقم 11 على طول كان بيعطي. وقبل الماتش كلمت هاني قلت له بص لما تكون كوره الناحيه تبع ياسر ابراهيم وايمن خلي بالك من داري، وانا لما تكون كوره جيتك انا خلي بالي من دارك. ماشي، احنا نتكلم زي كده في حاجات صغيره كده بس تفرق على دور المجموعه، فاهم؟ الحمد لله ادينا كويس كل اللعيبه والكل كان لو شاف حاجة كده بيتكلم مع صديقه وصديقه بيتقبل الموضوع، والحمد لله ده اللي رفع من مستوانا في البطولة. بدر هدفين جم فينا في مباراة البايرن. الهدف الأولاني هدف صعب. يعني الكرة اتلعبت بالعرض وكانت بعيد، يعني كان ممكن يخش أهداف غير ده. يعني أنت فاهم؟ وأنت قاعد بتتفرج كان ممكن الكرة اللي قبله مثلا تخش، لكن الجون ده كرة قلشة ورايحة بالعرض وبعدين رجعت لما دخل فيكوا الهدف فكرتوا ازاي؟ يعني هل قلقت اكتر؟ هل خفت؟ فكرتوا ازاي كفريق بقى؟ هو الجول خس فينا بعد 17 ولا 18 دقيقة تقريبا. تبقى حاجة صعبة بالنسبة للفريق، وكنا عاوزين اننا نرجع في اسرع وقت. نرجع ازاي؟ لازم نمسك كورة ولازم ناخد برضو الثقة من تاني علشان نستمر في الماتش مركزين كويس. الحمد لله فضلنا حتى الدقيقة 86 ولا كده جا فينا الجول الثاني. فرق كبيرة زي البايرن ولا برشلونة ولا كده غلطة صغيرة بتدفع الثمن غالي. طبعا. لكن الهدف الثاني أنا سمعت إن أنت قلت إنه أنت يعني غلطت في الهدف الثاني. أيوه طبعا. اشرح لنا كده إزاي اللي حصل؟ عشان انا برضو عندي وجهه نظر ثانيه في الموضوع ده. لا مش انا اتحمل جزء من الجول الثاني، بس انا احكي لك على تفكيري في الكوره دي. هي الكوره كانت مع صاني. مظبوط. صاني كانت قريبه من الخط. صح. وبرضو ياسر ابراهيم كان قريب مني، فاهم؟ لو في لاعب ثاني من غير صاني راح يعمل كروس على القريبه. مظبوط. لما تبقى الكوره على الخط صعب واحد يديها على البعيده وفي حارس وفي مدافع وتعدي من الشناوي كمان. ويعدي وبيعمل كروس بالطريقه دي. انا لما شفت صاني الكره ابتعدت منه وبرده ياسر قريب منه فكرت ان ليفاندوفسكي راح يقطع على القريب علشان
مش راح يلحق ثاني يعمل كرة على البيت كده. كل ده في الثانية. كل ده في ثانية. أيوة. ليفاندوفسكي كان معي. أول ما شاف كده راح على البعيدة. فضلت أنا والشناوي رحنا الاثنين على القريبة وهو خد الكرة لوحده. بس هو مش الصح إن أنت كاستوبر إن أنت تروح على العرض الأولاني ده صح. يعني الصح إن أنت عملته مش الغلط. أيوة. أنا بشوف إن العكس. ما عرفش يعني في طريقة اللعب المعتادة. أربعة لا أنت ياسر مع سانية فلازم تبقى أنت ورا ياسر على طول في على العرضة الثانية وهاني يجي يبقى على العرضة أنت على العرضة الأولانية وهاني على العرضة الثانية. ما هي كانت كرة كده بسرعة تلعبت مش فاكر بالضبط كان واحد لعبها براسه ولا كده لعبها براسه وتيجي الثاني وكنا لسه مش واقفين كويس فاهم عشان كده ملحقتوش ملحقناش كده وهم سرعة جدا واحنا حاولنا في تانية دي حاولنا اننا نظبط نفسينا بس راح حصلنا بس كونك تعترف بان انت مخطئ اعتقد ان ده انا مخطئ في انني ما فضلتش مع ليفاندوفسكي بس انا تفكيري مع الكرة والقاعدة تبع كرة القدم شايفة انني عملتش الصح بس لو فضلتش مع ليفاندوفسكي وما جابش جون ولا صاني عمل بالقاعدة تبع كرة القدم لعب على القريبة كنت نكون أحسن كنت نكون أنا عمل شغلان شحلو هو بس كتاب الكرة بيقول إن أنت لازم تروح على العرض الأولاني هي كرة على الخط صعب تعدي على البعيد فاهم هي كرة على الخط وبرضو متضايق من ياسر إبراهيم وصاني كان لافي بدار بعيد هدوبك حطها حلو قوي يعني ما تجيش كده ابدا هو برضه ليفاندوفسكي لما جاب الجول راح لصاني عمل حركه كده يعني صعب تعمل كروس زي كده بس زي ما قلت لك فرق كبيره دي ممكن تدفع ثمن في لحظه من الثانيه من تركيزك تدفع ثمن اتكلمتوا مع اي حد من اللاعبين خلي بالك ده الجول الثاني تبع الباير هو اللي زعلنا على خسرنا في الماتش ده يعني ايه زعلنا من الجول الثاني اكثر ما اننا خسرنا الماتش ما كناش عاوزين يجي فينا جول ثاني كنا عاوزين نفضل 1-0 مع البايرن تبقى نتيجه حلوه بس لما جا فينا الجول الثاني في الدقيقه 86 ولا كده زعلنا على الجول الثاني اكثر ما زعلنا على اننا خسرنا قدام البايرن فاهم ان انت دخل فيك الهدف الثاني الهدف الثاني ده خلاك تبقى متضايق ايوه انا والشناوي اتضايقنا من الجول الثاني صار انا كنت كلمت الشناوي بعد الماتش وهذا قلت له انا مش متضايق اننا خسرنا من البايرن ده بتبقى حاجه طبيعيه للناس اللي تفهم في الكوره بايرن مع الاهلي رغم ان الاهلي نادي كبير لا طبعا لكن هناك فروق فرديه واضحه يعني ايوه بس قلت له انا اكثر حاجه ضايقتني هو الجول الثاني وبرضه الشناوي قال لي انا زي كده الجول الثاني ما كانش لازم يخش فينا بس الحمد لله ربنا عودا لنا في ماتش بالميراس الحمد لله جزء. لكن برضو ما اتكلمتش مع لعيبه البايرن مثلا ما يعني انت بتتكلم فرنساوي اكيد كويس ايوه عندهم لاعبين فرنسيين كتير ما اتكلمتش معاهم بقى ما لا هو كان بعيد احنا كنا مركزين فاهم احنا كنا عاوزين نعمل حاجه كان عندنا احساس اننا ممكن نعمل حاجه مع البايرن فاهم انت بتبص على لاعب هو مثلا ليفاندوفسكي احسن لاعب في العالم بس انت برضه ليك شخصيتك انت برضه بتمثل الاهلي فاهم برافو عليك مش ينفع انك تروح تتكلم بس بعد الماتش رحنا اليوم واخذنا غيرنا مع الامسان كده طبيعي لاعبين كبار زي دول عادي بس في الماتش انت برضه بتمثل فريق كبير وعنده جمهور وكيان كبير طبعا لازم تخلي شخصيتك كبير ما طيب خلينا واحنا بنتكلم كده نستعرض ارقام بدر بنون ارقامك الحقيقه في كاس العالم للانديه بدر لعب 3 مباريات الاكثر تمريرات صحيحه ب 145 تمريره الاكثر قطع للتمريرات 21 تمريره الاكثر استخلاصا للكره 25 مره دي ارقام بدر بنون في كاس العالم للانديه زي ما حضراتكم شايفين 3 مباريات اكثر 145 تمريره صحيحه 21 قطع للتمريرات ايضا الاكثر استخلاصا للكره 25 استخلاص اعتقد ارقام رائعه يا بدر الحمد لله ارقام رائعه كارقام البدر بنون ولكن كنظن بان الارقام دول لو ما كانوا زمايلي معي في الفريق وكانوا برضو بيشتغلوا جامد وبيغطي حدا على الثاني ما كنت صراحة اكون معي هذه الارقام بس دول حاجه بفتخر بها شخصيه طبعا بس
الان بالنسبه لي هو الفريق انا لا لو فاز نادي الاهلي بالمرتبه الثالثه ده اهم لي من الارقام دول، دي افتخر بها حاجه شخصيه بالنسبه لي، بس الان بالنسبه لي هو فوز الاهلي الحمد لله. كان نفسكم تبقوا اول او ثاني ولا ده كان طموحنا بس ان احنا نصل للمركز؟ كان نفسينا ما تجيناش القرعه مع البايرن. بس الحمد لله ربنا كتر. كانت الوضع هيبقى مختلف تقريبا. لو كنا لعبنا بالميراس قبل ماتش البايرن كنا 60 ولا 70% ممكن نصعد على النهائي. بس هي القرعه ما كانت منصفه الحمد لله. لا ده هي قرعه ربنا حسب الحمد لله. طيب احنا برضو خلينا نروح لبالميراس، بالميراس مباراه صعبه جدا. بطل امريكا الجنوبيه، على الرغم من ان برضو البعض بيحاول يقلل من هذا الفريق ولكنه فريق رائع جدا. طبعا طبعا، ما هو فريق اللي فايز على بوكا جونيورز وفرق كبيره وفاز بكاس اللي بيكون موجود فيها فرق كبيره. وطبعا وبرده عنده لعيبه كويسه ولعيبه لعبوا في المنتخب زي فيليب ميلو والحارس وكل ده. طبعا احنا كنا منتظرين تدرسوا الفريق. ايوه في الثلاث ايام دول طبعا. أوكي. طبعا احنا بص اول ما نخلص الماتش مثلا خلصنا ماتش البايرن بنروح على الفندق بنلاقي موسي ويوشا، اوجه لهم تحيه الناس شغاله مع الاطار الفني، بنلاقيهم محضرين لنا الماتش تبع البايرن وبتلاقيهم محضرين لك ماتش تبع بالميراس. انت الحاجه اللي عاوزينها منك انك تديهم الايباد وما ينزلوا لك كل حاجه نص ساعه ولا كده، وانت تتفرج براحتك، تروح على اوتشك وتاخذ الماتش وتدرس المهاجم اللي راح يلعب جنبك ولا المدافع ولا كده. وبعدين اول ما نكون رايحين على التدريب لازم بتكون محاضره مع المدرب. محاضره بتفرق الحاجات دي قوي. قبل ما نكمل كلامنا لان ده كلام مهم جدا، قول انت الو قول لي مين هو. احد كباتن النادي الاهلي له دور كبير جدا وهو مدافع في النادي الاهلي طبعا. هو شغال معانا دلوقتي؟ نعم شغال معانا في النادي. طبعا معاك، انا بقول لك كابتن النادي الاهلي. ماشي مين هو؟ قول الو. الو ايوه يا بدر حبيبي. لسه ما عرفش الصوت ولا ايه؟ لسه ما سامعش كويس. طب استنى كده. هايل يا بدر حبيبي. يا سعد ده سعد صح؟ سعد حبيبي ازيك يا بدر؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه؟ الحمد لله منور قناه الاهلي ومنور الدنيا كلها حبيبي. يا كابتن سعد يا منور الحقيقه. يعني اولا وحشني جدا جدا جدا، ولكن انا دايما في مثل هذه الامور يا بدر دايما اللاعبين الكبار اللي هم كباتن الفريق اللاعبين الكبار مقاما يعني بيبقى لهم دور كبير جدا جدا. انا بوجهه نظري ان من غير ما اشوف، انا ما كنتش معاكم، ولكن اكيد سعد سمير له دور كبير جدا جدا، ممكن ما يكونش لعب في المباريات ولكن دوره واضح جدا خارج الملعب، ودموعه كانت غاليه علينا قوي يعني ان احنا نشوف دموع سعد سمير بعد المباراه الاخيره. اعتقد ده كان حاجه مهمه جدا. بيمثل لك ايه بقى وجود واحد زي سعد مش كابتن الفريق في النادي؟ هو بص مش سعد، الحمد لله النادي الاهلي متواجدين فيه كباتن ممكن 4 ولا 6 ولا ممكن الشناوي، ايمن، وليد سليمان، سعد سمير، في سولية، في علي معلول. انت لما بتبص على لعيبه كبار زي دول والطريقه اللي بيتكلموا معاك قبل كل ماتش ولا من خلال الماتش ولا الطريقه اللي يحفزوك بها، دي حاجه اللي بتفرح، وحاجه الحمد لله انا لقيتها من اول يوم نزلت على النادي الاهلي. هو كان من بين الناس اللي رحبوا بي كبير هو سعد سمير ولا الكابتن السناوي، والحمد لله ده الحاجه اللي بخلينا من لحد الان اننا بنحقق نتائج كبيره الحمد لله. يا نجم الحمد لله على السلامه والف الف مبروك. الله يسلمك كابتن اسلام، الله يبارك فيك، واشكرك طبعا على التغطيه للبطوله كلها وللفرقه. ربنا يخليك. كنت متالق طبعا كعادتك متالق بيكوا يا حبيبي وباللي انتوا عملتوه وبدوركوا الحقيقه الكبير جدا جدا. مهم جدا يا سعد ابراز دور زي دورك. انا وجهه نظري ان الدور بتاعكم كان له انت والكباتن الكبار اللي موجودين في الفرقه له دور كبير جدا جدا في حصد برونزيه كاس العالم للانديه.
والله كابتن اسلام يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام مظبوط جدا، بس انت عارف يعني احنا في مصر لما انت ما بتلعبش او بتبقى بعيد بيبقى مش قصه تهميش، بس الناس ما بتبقاش حاسه قوي او مش مهتمه طبعا التركيز كله على المجموعه اللي بتلعب، لكن احنا في النادي الاهلي ما تربناش على كده، تربينا ان ده نادينا وفرقتنا والكوره الكوره دايما دلوقتي بقت احتراف سواء بتلعب او ما بتلعبش او جوه الملعب المدرب بيختارك، انت بتعمل دورك على اكمل وجه، مره كويس بقى اللي عليك في الاول في الاخر دي وجهه نظر فنيه. انا ليا ظروف خاصه شويه ان انا لسه راجع من اصابه طويله بقالي حوالي سنه، فاصابه طويله وبعدين انت الموسم ده مختلف لان انت والشناوي كباتن فريق وايمن اشرف ووليد، فاللي علينا دور مهم. كان عندنا تحدي كبير السنه دي ان اوضه اللبس يعني في لعيبه كتير كبيره كانت مش موجوده السنه دي، فكان عندنا تحدي كبير نحافظ على اوضه اللبس ونحافظ على الفرقه ونحافظ على زمايلنا، وخصوصا ان احنا الموسم ابتدى بتحديات كبيره لما الدوري وقف ورجع رجعنا في افريقيا ورجعنا بدوري وكاس مصر، فكان عندنا بطولات كبيره فيها تحديات. لكن الحمد لله يعني الميزه اللي ساعدتنا اللعيبه كلها بصراحه علاقتهم ببعض كويسه، في حب كبير، في اخلاص كبير، دي اهم حاجه كانت بتتعمل. انت لعيب كوره وعارف طول ما اللعيبه بينهم بعض في اخلاص وفي افكار ذات هو ده اللي بيجيب البطولات، وهو ده اللي حصل الفتره اللي فاتت. احنا مش مركزين مين كله نفسه يلعب، انا نفسي العب طبعا، وياسر نفسه يلعب ورامي نفسه يلعب، فكلنا نفسنا نلعب وفي منافسه ودايما يعني. بدر لما امبارح كان بيتسال فبيقول لك اقرب ناس ليا ساعته وشناوي، عاملين احنا مثلا مدافعين في نفس المكان، بس انا في الاول وفي الاخر هدفي كواحد كابتن فرقه وكواحد بقالي 12 سنه في الفريق الاول ان النادي الاهلي يكسب، اهم حاجه ان الفرقه تكسب، اهم حاجه ان الفرقه تحصل بطولات. طول ما الفرقه بتكسب والفرقه ماشيه كويس لما تيجي تلعب هتلعب في ظروف كويسه وهتلعب في مناخ كويس هتبقى كويس يعني دايما كده. طول ما الفرقه ماشيه كويس انا بقول للعيبه كده لما بتلعبش، طول ما الفرقه بتكسب وماشيه كويس غصب عنك لما تيجي تلعب هتبقى كويس، لكن لو الظروف مش كويسه والنتائج مش كويسه مش هتلاقي حد يساعدك في الملعب. مظبوط. فعشان كده لازم تتمنى المكسب لزمايلك، تتمنى ان الفرقه تكسب، تتمنى ان النادي دايما يبقى رقم واحد، ودي اهم حاجه اللي احنا اتربينا عليها منكم من الاجيال اللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا وبنكمل عليها. دوركم واضح جدا يا سعد، مفيش حاجه اسمها تهميش، يعني اسمع كلامي لانه في كلام كتير جدا بيتقال، ودايما قبل ما بنجيب سيره اي حد بنجيب نقول ان احنا عندنا اربعه كبار او خمسه كبار كباتن يعني الفريق لهم دور كبير جدا جدا ومهم جدا جدا وهم اللي بيعملوا يعني انت استقبلت بدر بنون ازاي مثلا يعني؟ انا عارف بس قول لي استقبلت بدر بنون ازاي؟ والله يا كابتن يعني بدر اول ما جه احنا طبعا لما بيجي لعيب جديد بنبتدي برضو بنسال عنه وبنسال عن حتى احنا بنتسال عليه اللي لعب معاه اللي لعب ضده اخلاقه ايه شخصيته ايه مناسب للنادي او مش مناسب، ده نظام النادي على طول طبعا. فبدر لعيب معروف بالنسبه لنا، لعيب نادي كبير زي نادي الرجاء المغربي ولعيب منتخب المغرب وجاي لك وهو بيلعب قبل نهائي افريقيا، فاتفرجنا عليه كتير وعرفنا شخصيته. لكن ازارو كلمني على بدر ووليد ازارو ووصاني عليه وقال لي خلي بالك من بدر، شخصيه هاديه، شخصيه كويسه جدا، بيحب الكوره وبيحب الشغل ان هو جاي يشتغل. ايوه. لكن هو ازار قال لي ان هو هادي، بس لما جه لقيته هادي بزياده يعني هادي قوي ما بيتكلمش خالص يعني انا بقعد انكش كده كل فتره، بس هو يعني بدر من اللعيبه الهاديه بزياده في التمرين في البتاع حتى في المعسكر من الناس الملتزمه في الصلاه جدا، من اول الناس في البيت اللي بتصلي مركز في الكوره بس، يعني هو ما عندوش حاجه ركز في الكوره بس. طبعا انا اول ما استقبلته قلت له بدر يعني ما تتعبناش بقى يا عم بدر فقلت له اهم حاجه لازم تفهم ان الناس كلها هنا طبعا هتساعدك، الناس كلها هنا هتقف جنبك، وهو طبعا من اول يوم واضح ان هو مركز وان هو لعيب كبير وعنده شخصيه والحمد لله مأدي اداء كويس جدا مع النادي الاهلي وفارق معانا واضاف لخط دفاع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. وان شاء الله الفتره الجايه يفضل على كده مع ايمن وياسر ورامي وسعد ان شاء الله الفتره الجايه، والحمد لله يعني يعني بدر بيأدي ماتشات هايله وان شاء الله بتمنى له التوفيق وبتمنى له ان شاء الله يكون موجود في منتخب المغرب ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله دايما من النادي الاهلي. اكيد انا اعتقد ان هو ان شاء الله هيروح لمنتخب المغرب. ولكن يا سعد المواقف اللي بتحصل بقى بينك وبين كل اللاعبين يعني خلال الفتره السابقه، خلي بالك سعد ده انا دايما بقول له بعد مني يا سعد
تقول له ايه؟ خليك بعيد عني. خليك بعيد عني؟ ليه؟ خليك بعيد. ما هو دائما سعد، بص هو سعد بتلاقيه ممكن تكون انت صاحي الفطار ولا كده، ممكن انت ما نايمش كويس ولا كده، بس بتلاقي سعد على طول بيضحك. في الفطار بالليل في التمرين انت زعلان ولا كده، بس سعد انا بالنسبه لي لازم بيكون لاعب زي سعد في المجموعه، علشان هو من غير انه كابتن الفريق ولا كده، بس بيخلق جو في الفريق. فاهم؟ دائما بتلاقي لاعب زعلان من انه ما بيلعبش مثلا، ما بيلعبش ولا كده، اول لاعب اللي راح يتكلم معاه بتلاقيه هو سعد سمير. سعد سمير يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا، هو ممكن بعد مرات يكون سامح في حقه هو علشان يرضي واحد ثاني. لا والله، والله طبعا انا مش اتكلم دلوقتي علشان هو معي، ولا انا اقول لك صراحه وانا انسان صريح. لو في حاجه يقول على طول. سعد ممكن يجي على نفسه عشان خاطر الفرقه. ايوه طبعا. ويخلي دايما اللعيبه الكل سعيده والحمد لله. انا علشان كده قلت لك لازم لاعب زي سعد سمير يكون في مجموعه تبع اي فريق. وانا لي الشرف انني كنت صغير وكنت اتفرج على سعد سمير، والحمد لله دلوقتي انا اتمرن معاه والعب معاه، ده شرف كبير لي. طب يعني بقول لك يا سعد، انت كبرت قوي ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ كلام كبير. هو بدري بس محترم، بدري محترم بزياده، فانا بشكره طبعا على الكلام ده. بس هو بدري قال لي ان كاس العالم الانديه 2012 هو كان صغير شويه. وانا كنت بلعب كاس عالم الانديه 2012 و13 مع النادي الاهلي. طبعا بدري برده مش كبير، بدري لسه 26 او 27 سنه. فيعني كاس العالم من لو قلنا من 8 سنين كان عنده لسه 19 سنه، فبدري لسه قدامه عمر طويل ان شاء الله في الملاعب يعني. ايوه عجزت برده يا كابتن اسلام. انا لما عجزت ايه يا عم؟ انت هتمثل ولا عجزت ولا عملت؟ ما تقعدش. كان كريم نتبد لما لعبت كاس عالم الانديه اول كاس عالم، كان كريم نتبد وطاهر واكرم لسه عندهم 16 و15 سنه. كانوا لسه بيجروا ورا العربيه. كانوا لسه بيقفوا قدام اللي بتاع ويشجعوك، يا سعد يا سعد يا سعد. لا يعني بسم الله ما شاء الله، يعني روح جميله جدا يا بدر وسعد. اتعلمت بقى وعلمته ايه يا سعد طيب قبل ما يحصل اي حاجه؟ هل في اغاني والشعبي والحاجات دي ولا انت بطلت؟ لا لا هو بدر هادي، بدر ملوش في الاغاني قوي بس خالص. بيتفرج على مسلسلات عربي وابتدى بيتفرج على ايه؟ على المسلسلات العربي والافلام العربي وابتدى بقى بس كده يعني يتابع الحاجات بتاعتنا. وبعدين هو بيتكلم عربي كويس برضه يعني. هذا الحمد لله، ده انا قلت النهارده هتبقى صعب. لا لا بيتكلم عربي كويس. هو من شخصيته كمان هادي يا كابتن، بيحب البيت، بيحب اسرته وابنه، بيقضي معظم الوقت في البيت. فانا يبقى ما باجيش عليه كتير يعني. عزمته ولا لسه سعد؟ عزمته بس ما جاش. عزمني بس انا قلت لك يا سعد خليها بينا. لا لا قول له. قال لك ايه؟ لا قول له. لا والله ازاي سعد سبيلي يعزمك وما تروحش؟ لا هو عنده ظرف وكده، كنا متفقين وعنده ظرف في البيت وكده، فاعتذر والله في اخر لحظه. والله حاجه عائليه. انا كان حاجه عائليه. هي في الصوره اللي كان منزل سعد مع ديانج وازاي في اليوم ده كان عازمني معاهم سعد. لا اصل سعد كمان لما يعزم يعني ده تبقى حاجه كبيره جدا يعني، كابتن النادي الاهلي واسم كبير جدا، فحاجه جميله جدا يعني. وخلي بالك من اللعيبه الكرمه. والله بجد انا اصلا من اللعيبه الكرمه اللي هو ده سعد. الحاجات دي باينه على وشه انه كريم. والله لا اول ما تشوف سعد بتلاقي انه وشه بيبين لك انه سعد كريم. سعد ممكن تاخد بدر البلد طيب وتلبسه جلابيه وبتاع. بعد الكلام ده بكره عصير، اول ما اشوف التمرين لازم عصير لبدر اول. لا نعدي، بص هقول لك حاجه، نعدي الثلاث ان شاء الله، وبعد كده برضو تاخده الاربع مثلا او الخميس، تاخده تطلع بيه على البلد بالجلابيه والبط بقى والحمام والفطير. ده الحاج هطير يا ريت. ها؟ بس انا ناس كتير طالبه مني بقى فطير، محمد هاني ومروان والسليه، فهجيب لهم بقى بعد الماتش ان شاء الله باذن الله. اتدبست يعني خلاص؟ اتدبست تدبيسه محترمه، بس بقى فرحنا يا كابتن وكسبونا وفرحونا. هم عايزين. ما هو ده المهم، هات لهم اللي هم عايزينه، دي اهم حاجه. لا لا اللي هم عايزينه ان شاء الله. وبعدين بدر اصله خاسس شويه اليومين دول، عايزين يتخنوا. لا ده بدر هو كده 100 100 يا كابتن يعني. هو بدر ستايله كده وطريقه لعبه كده، وبعدين بدر من الناس اللعيبه الخفيفه في الملعب، عايزينه كده على طول. يعني بيفكرني بعماد النحاس شويه سعد. الناس كلها بتشبهه بكابتن عماد النحاس،
وطريقه لعبه، وهما الاثنين فعلا فيهم يعني فيهم شبه كتير من بعض في طريقه اللعب. اه متوقع لايه لبدر الفتره اللي جايه؟ والله كابتن انا اتمنى له يعني انا اتمنى له ان هو يفضل في ادائه وفي تألقه مع الفرقه، ويفضل في تركيزه وفي فورمته العاليه، وهو من اللعيبه اللي بصراحه من الصفقات المهمه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني. فهو يعني من اللعيبه اللي انت مش محتاج تكلمها كتير، هو عارف شغله وعارف هو بيعمل ايه ومركز بشكل كويس وحاطط اهداف لنفسه ومركز كويس جدا. فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يفضل على تألقه ويفضل على الاداء اللي هو بيقدمه للنادي الاهلي مع ايمن بصراحه. هو برضه بيأدي اداء الفتره اللي فاتت رجولي يعني، ايمن اشرف ما شاء الله بيقدم اداء كابتن اسلام برضه للامانه من ارجل الناس اللي بتأدي في النادي الاهلي على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي، وفي اي تحطه في اي مكان بيأدي. امبارح كان تعبان وبيموت في الماتش وبيكمل لاخر دقيقه. ياسر لما لعب نفس الكلام برضه. بصراحه معظم المدافعين اللي عندنا بصراحه يعني رجاله ومن الناس اللي قلبها على الفرقه وبيأدوا اداء كويس، وان شاء الله الفتره اللي جايه كلنا نبقى في فورمه كويسه، ورامي يرجع وسعد يبقى موجود وياسر، بحيث ان كلنا نبقى على فورمه لان البطوله طويله وهنحتاج كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله. اخيرا انا سعد قبل ما اسيبك، ولكن علي معلول واصابه علي معلول من امبارح بقى للنهارده، انت عارف بعد في بعض الناس بتحب او بتحاول ان هي تعكنن على جمهور النادي الاهلي باي طريقه، انت فاهم؟ فمن امبارح للنهارده اصل علي معلول هرب من ماتش البايرن، وبعد كده هرب من ماتش بالميراس. بما انك واحد من كباتن النادي الاهلي، تقول ايه في هذا الموضوع؟ والله كابتن اسلام يعني علي كان زعلان جدا الكلام اللي اتقال للامانه، وكلنا كنا زعلانين جدا ومتضايقين، لان النهارده الاشعه قالت علي قدامه اسبوعين وعلي عنده مزق بسيط. فيعني بصراحه كلام يعني ما ينفعش يتقال وعيب، وخصوصا احنا بنقول دايما اللي اتربى في النادي واولاد النادي دايما بتقف جنب النادي وبتدعم لعيبتك، وبعدين لعيبتك واخده ثالث عالم ولعيبتك بتنافس على ميداليه وناديك بينافس وبيشرفك. فيعني الكلام المفروض يبقى كلام ايجابي وكلام عقلاني وكلام يعبر عن حبك للنادي الاهلي. علي معلول بيمثل النادي الاهلي مش بيمثل علي معلول بس. فلو هتكلم عن علي معلول بشكل شخصي، علي معلول لعيب كبير، لعيب مهم، من اهم اللعيبه اللي جت في النادي الاهلي في المكان ده. ومن اهم الفيفا لسه عامل احصائيه من اهم اللعيبه اللي احرزت اهداف في العقد الاخير من الفتره اللي فاتت وصنعت اهداف. فطبعا احنا ما بنلتفتش لاي حاجه بتتقال من الحاجات دي، لكن انت بتزعل بس لو حد منك او حد تبعك قال كلام ضد لعيبتك. انا ممكن ما ازعلش من الغريب، لكن لما الكابتن اسلام يجي يهاجمني او ينتقدني يعني بصوره مش كويسه ده هزعل، لان الكابتن اسلام ده المفروض مثلا طبعا هيوجهني انا بشكل شخصي، هيكلمني بشكل شخصي صح، عشان خاطر في يعني في بينا حاجات تسمح بده طبعا. لكن في الاول وفي الاخر يا كابتن اسلام، انت لو عايز تنتقد لاعب احنا كلنا بنتقبل النقد، لان اذا ما انا بتقبل الناس تشيب فيا وترفعني سبع سما، لما الناس تيجي تقول لي انت وحش او انت ادائك مش كويس مظبوط نتقبل، وخصوصا ان انا بلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، يعني لازم نتقبل الكلام ده. لكن في نفس الوقت ما ينفعش تيجي على لعيب كبير، لعيب بيموت نفسه فعلا، لعيب لعب ماتشات قبل كده والفرقه خسرت فيها. علي معلول كان موجود في ماتش اللي خسرنا فيه قبل كده 5 من صن داونز، يعني انا قصدي لو عايز يهرب كان يهرب من ماتش زي ده. ده ناس غريبه جدا يعني. وبعدين ماتش زي البايرن يا كابتن اسلام اللعيبه كلها تموت تلعبه. مظبوط. اللعيبه كلها نفسها تلعب، اللعيبه كلها نفسها تنافس اللعيبه دي. فطبعا انا بقول له علي هو كان زعلان من امبارح، حتى حضرتك لاحظت في الاحتفالات وكده ما كانش مبسوط. بالظبط. فبقول له علي من قال حضرتك انت لعيب كبير ولعيب مهم بالنسبه لنا، وكلنا بنحبك وكلنا عارفين قد ايه اللي انت بتقدمه للفرقه، وان شاء الله ترجع في اسرع وقت وتبقى مع زمالك في البطولات اللي النادي بيحققها وتكسر الدنيا، وما تلتفتش لاي حاجه، كفايه حب جمهور النادي الاهلي ليك وحب اللعيبه ليك، وان شاء الله ترجع وتتالق من تاني معانا باذن الله. انا بشكرك جدا يا كابتن سعد على وجودك معانا، وبشكرك على هذه الروح، وبشكرك على هذه الكلمات، وبشكرك على التوازن والعقل في الكلام. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن سعد سمير. اعتقد يا بدر واحد من الناس المؤثره وبشكل كبير جدا سعد سمير في فريق النادي الاهلي، وانا قصدت ان انا اساله في موضوع علي، لان انا عارف ان علي، انا لما شفت حتى الفيديوهات اللي جايه لنا شايف ان علي برضو متضايق شويه. زعلان. طبعا هو اي لاعب يزعل من حاجات زي دي. هو ممكن علي ان الناس بصت عليه، هو عمل تسخينات معنا في ماتش بالميراس،
والناس كانت مش عارف طلعوا عليه كلام، بس علي حبوا النادي الاهلي هو اللي خلاه يسخن معنا في الماتش ده، وكان كانت عنده رغبه انه يساعدنا في ماتش بالميراس. اي بس انا راح اقول حاجه على علي. تفضل. علي لو نزل صوره تبع رجليه معاه في موبايله، في ناس كثير راح تغير قرارها من علي. في ناس كثير راح تسامح علي وراح تطلب السماحه من علي. علشان علي معاه صوره تبع رجليه، لو ممكن علي ينزل الصوره دي تبع رجليه خلاص الناس اللي كانت بتتكلم وحش على علي ونسيوا تاريخه مع النادي الاهلي. الحمد لله جمهور الاهلي، خلي بالك مش جمهور الاهلي خالص، لا مش جمهور الاهلي طبعا. علي لو برجل واحده مع جمهور الاهلي ما عندهمش مشكله. ما هو ما فيش حد بيخش بين جمهور الاهلي. انا اتمنى اكون زي علي معلول مع جمهور الاهلي. الحاجات اللي عملها علي معلول، اتمنى انني في يوم من الايام ابقى جمهور الاهلي يحبني زي ما يحب علي معلول. كلام مهم جدا، بس حاجات زي دي مش ينفع مره ثانيه تتعمل كده، وخصوصا مع لاعب اعطى الفريق زي علي معلول. احنا موجودين عشان نتصدى لمثل هذه الامور، وده دورنا الاعلامي الحقيقه قناه النادي الاهلي، اللي احنا نتصدى لمثل هذه الامور. وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي يا بدر اعتقد ان هو هيعاملك معامله زي علي معلول خلال الفتره الجايه. قبل بس ما اطلع قبل كل فاصل هاخد شويه اسئله، لان مش عايز اقول لك اسئله قد ايه جايه لك، فخلينا ناخد بعض الاسئله على هاشتاج اسال بدر بنون مع الشاطر زي ما قلت لحضراتكم. يوسف عماره بيقول تحياتي للسلطان والصخره الجديده في دفاع النادي الاهلي، اولا مبروك يا ابطال البرونزيه، ثانيا كنت حابب اعرف ايه والفريق اللي تشجعه في اوروبا، ايه الفريق اللي بتشجعه في اوروبا؟ انا بحب برشلونه. تمام. السنه دي مش كويس السنه دي. طيب محمد عبد العاطي بيقول نتمنى من بدر تفضل معانا وتعتزل داخل جدران النادي الاهلي لتكون اسطوره من اساطير الاهلي، وانت اسطوره فعلا انت وعلي معلول لسه كنا بنتكلم. اتمنى ان شاء الله انني السنوات اللي راح اقضيها ان شاء الله مع النادي الاهلي اكون عند حسن ظن الجمهور، وادي الشغلانه اللي مطلوبه مني هنا. بس فكره اعتزالي الحمد لله انا منذ صغاري كنت عندي فكره، ولسه دلوقتي ما غيرتهاش، انني حابب اعتزل فريقي فريق الرجاء البيضاء. يعني برضو ده خلي بالك ده بيزيد حب النادي جمهور النادي الاهلي ليك. ما انا عارف هما راح يفهموا الموضوع، علشان في لعيبه ابناء النادي الاهلي يتمنون انهم يقولوا كلام زي كده. انا ابن نادي الرجاء وترعرعت في نادي الرجاء، واتمنى في يوم من الايام ان شاء الله انني اعتزل في نادي الرجاء. كلام محترم جدا جدا جدا. اهلاويه وافتخر بجد انت نورت مصر، واحنا كجمهور مبسوطين بوجودك بصفقة هي الأهم من فترة كبيرة، ربنا يزيدك حب الناس. سؤالي أخذت رأي مين قبل ما تيجي الأهلي؟ بص أنا كنت رايح على حتة تانية. كنت طالع في مصر ولا برا مصر؟ لا برا مصر. أوكي. فريق آسيا وكده. وقال اتصال من وكيل مغربي قال لي أنت عاوز تروح للأهلي؟ قلت له طبعا اي لاعب يتمنى في يوم من الايام انه يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي. الحمد لله الامور مشت كويسه، في ظرف يومين ولا ثلاث ايام الحمد لله كل الامور تسوت. والحمد لله انا فخور بتواجدي هنا في النادي طبعا كبير. جمعه بيقول السلطان بنون اللي منور قناه الاهلي نشكرك. امنيه محمد يا سعد وماله هاتوا البلد عندنا هتلاقي بنها كلها عندكم في ما تقلقش هاتوا، يعني ناس عايزاك البلد عند سعد عايزينك تروح. طبعا الناس تابعانا اول باول، فلو سمحت يا ابو الكباتن ممكن تسال السلطان التفاوض كان معاه ازاي، هنساله اسئله لسه احنا قدامنا الوقت شويه. ده محمود سرور من رنا، من اول مباراه لعبها اطلقت عليه الجماهير السلطان. فده احمد الجزار احساسه ايه دلوقتي بعد قرار الانتقال للنادي الاهلي، يعني ان جمهور النادي الاهلي يطلق عليك السلطان اعتقد ده شيء جيد جدا. الحمد لله حاجه حلوه. ايوه خصوصا زي ما قلت في اول مقابله والحمد لله الجمهور ادالك لقب اللي هو لقب حلو. الحمد لله دي حاجه تخليك فرحان وسعيد. طيب هل لديك حساب على تويتر؟ لان هناك كذا حساب باسم بدر بنون غير موثق وحساب انستغرام موثق، ده مهدي اهلاوي. هل
علاقتك ايه بالسوشيال ميديا اساسا؟ انا ده سؤال كويس بالنسبه لي، علشان في ناس بتستغل اسم بدر بنون. انا معي حساب بس على الانستغرام بس ما فيش ولا تويتر ولا فيسبوك ولا تيك توك ولا في واحد شغال باسمي في الفيسبوك، عنده ناس كثير معجبين كثير. انا عندي حساب واحد اللي بشتغل به هو اللي على انستغرام، على انستغرام علامه فيريفاي. تمام. سو كمال بيقول لاعب جميل ودخل قلبنا وربنا يوفقك وربنا ويبارك لك الف مليون مبروك. اشرف الخولي بيقول بقيت اهلاوي ولا لسه؟ طبعا سماح فتحي بتقول منور الكون كله، مطمنين على دفعنا بوجودك يا بدر باشا يا بنون، انت وسعد وكل اللي موجودين. محمد فوزي، انت متاكد يا بدر انك مغربي؟ حاسس من حب الناس ليك انك جنسيتك اهلاوي منذ الصغر، ربنا يزيدك قبول ومحبه. ده فوزي. امين يا عم. احمد محمد بيقول عائل في الملعب وبره كمان، السلطان بدر بنون. ابو جنه بيقول الف مليون مبروك يا كابتن، اشكرك جدا. اشكرك جدا كابتن بدر، الصخره الجديده ان شاء الله وتركز بقى كفايه احتفال. حاضر. ما هو ده اللي انا لسه كنت هساله لبدر بنون، ابعتوا لي اكتر على اسال بدر بنون مع الشاطر. كالعاده دايما حضراتكم بتحطوا اي حد ترند او نمره واحد في مصر كالعاده يعني، فبدر بنون معانا ولسه قدامنا وقت طويل، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع بقى اسال بدر بنون اسئله هامه جدا بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، هنكمل حوارنا الشيق مع السلطان بدر بنون. بدر، يعني برضو خليني ابدا معاك من المغرب. بدات ازاي كره القدم وحياتك كانت ماشيه ازاي؟ انا ابتديت زي اي لاعب بنلعب في الشوارع كده، وفي يوم في راجل في حينا او في حتتنا زي ما تقولوا هنا، شافني العب كوره مع اصدقائي وراح في الشارع. في الشارع جنب بيتنا كده، العب على طول العب في. شافني عمال بلعب وراح كلم والدي قال له ده لازم تدخله على مدرسه ولا كده، مدرسه شبه كوره. بحكم ان حبي كان لفريق الرجاء، قلت لأبوي عاوز أخش على مدرسة فريق الرجاء. الحمد لله ابتديت في سن صغيرة في مدرسة فريق الرجاء. أيوة. سنة 2001 كده، كان معي 7 سنوات ولا 8 سنوات كده. 2001 كانت 2001. البداية. رحت بقى الرجاء وتدرجت في كل الفرق في كل الفرق. في لغاية لما صعدت للفريق الأول. كنت صعدت الفريق الأول، كنت عمال أخذ معاه تدريب بس أنزل الفريق الأمل ألعب معه ماتشات. وفي سنة كان فريق الرجاء عمل انتدابات كثيرة، وكان المفروض السنة دي اللي لازم ألعب فيها في الفريق الأول، وقررت أنني أطلع إعارة علشان أخذ ماتشات مباريات كثيرة وبعدين أرجع لفريق الرجاء إن شاء الله. أيوة. وطلعت إعارة لفريق نادي بركان على سن كان أنا ذاك 22 سنة كده، ولا طلعت سنة إعارة لفريق نادي بركان وبعدين رجعت على فريق الرجاء. رجعت بقى على فريق الرجاء وأصبحت كابتن نادي الرجاء. أيوة. بالنسبة لك برضو أن أنت تبقى كابتن فريق نادي الرجاء حاجة كبيرة جدا في المغرب. لا ده كان حلم. حلم. كان حلم أولا أنني ألعب فريق الأول تبع فريق الرجاء. كان حلم بالنسبة لي، وفي يوم من الأيام تلاقي نفسك أنك عميد تبع فريق اللي بتحبه من قلبك، بتلاقي نفسك أنك أنت العميد. دي حاجة. وبرضو الوقت اللي كنت فيه أنا عميد فريق الرجاء كانت أزمة كبيرة في النادي. ليه؟ كانت أزمة مادية كده كبيرة، وكانوا مشاكل كبيرة حاصلين في فريق الرجاء، وكان ده أثر علي سلبيا، لا من خلال مردودي، كنت أخذ بطاقات حمراء وكنت أعمل حاجات مش هي الشخصية الطبيعية تبع بدر بنون. بس أنا كنت بحس بضغط، وكنت بحس بأن الجمهور بيكلمني أنا خصيصا، علشان أنا واحد من أبناء النادي وواحد من جمهور الرجاء، فاهم؟ وكنت بحس بأن الكلام بيجي لي على طول. أنا لازم أشيل الفريق، والحمد لله فضلنا متمسكين أنا وعدد كبير من اللاعبين حتى رجعنا الرجاء المكانة الحقيقية تبعه، فوزنا بكأس اتحاد بعدين. بما اننا بنتكلم عن الرجاء، معايا واحد من اساطير نادي الرجاء ونجم كبير جدا في عالم الكره القدم المغربيه الحقيقه، يعني هو كان جيلي، كان بيلعب ايام ما انا كنت بلعب،
وهو مساعد نادي مساعد مدرب في نادي رجاء دلوقتي نجم الكبير كابتن هشام بوشروان. هشام بوشروان واحد من النجوم الكبيرة جدا في عالم كرة القدم المغربية والعربية الحقيقة، وموهبه كانت فذه جدا يعني بسم الله ما شاء الله. احنا في المغرب كانوا غير طبيعيه. احنا في المغرب كانوا ملقبينه بالحصان الابيض. الحصان الابيض طب معانا الحصان الابيض كابتن هشام. ازيك كابتن هشام؟ السلام عليكم، تحيه للاسلام وبدر بنون والناس المتابعين قناه الاهلي. هشام حبيبي اهلا بك يا كابتن هشام، يعني اولا سعداء جدا بوجودك معانا، ويعني واحد من اللاعبين الطراز الفريد يا بدر كابتن هشام. ايوه طبعا، هو كلاعب كان كلاعب كبير، وبرضه لما استغلت معه انه كمدرب لا انسان اخلاق عاليه، وانسان اللي دائما بيديك نصايح، وانسان اللي متواضع كثير رغم انه مع مشوار كبير ولعب فرق كبيره، بس بتلاقي دائما متواضع معك. ولي الشرف انني في يوم من الايام اشتغلت مع هشام ابو سروان. يعني كابتن هشام كلام جميل جدا من بدر، ولكن هذه الحقيقه، العلاقه الطيبه تظل دائما موجوده. اكيد الحمد لله، يعني علاقتي مع اللاعبين كلهم في نادي الرجاء، اولا يعني مبروك للنادي الاهلي ومبروك لبدر بنون المرتبه الثالثه في كاس العالم الانديه. مستوى كبير ادوا نادي الاهلي. ما شاء الله عليهم، يعني لعبوا مباراة كبيرة مع البايرن، الفريق الأحسن أوروبيا السنة هذه، ومرتبة ثالثة يعني ضد فريق بالميراس بطل كوبا سودا ماريتانا، فكل تأكيد برضو كبير، مشكورين على ذلك. بدر بانون يعني قدم الواجب اللي عليه وكان ممتاز يعني التدخلات، وكذلك يعني قياده الدفاع نادي الاهلي. بالنسبه لي يعني صفقه رابحه بالنسبه لنادي الاهلي، اكيد بيعطي اضافه اكثر مع مرور المباريات، تاقلم بسرعه مع اللاعبين، وهذا معروف عليه بهدوء وبقيادته للدفاع، فبكل تاكيد اضافه كبيره للنادي الاهلي والكره المصريه. يعني كابتن هشام لو تقول لنا برضو اهم مميزات بدر بنون. اهم مميزات الهدوء في الملعب، قياده الفريق، دائما هادئ يعني في جل المباريات، ما يختارش يعني مباراه عاديه ومباراه يعني صعبه، كل مباريات عنده يعني زي بعض، فبكل تاكيد كان اضافه كبيره لنادي الرجاء، وبالنسبه لي نعتبره يعني احسن مدافع يعني في السنوات الاخيره في المغرب. ما اخذش حظه يعني مع المنتخب الاول، لكن الاعوام اللي جايه ان شاء الله بيكون ممكن نشوفه قريب مع منتخب المغرب يا كابتن هشام. اكيد اكيد المباريات الجايه بيكون ان شاء الله مع المغرب، لانه يستحق ذلك، ويلعب في نادي كبير مثل الاهلي، فبكل تاكيد الانديه الكبيره دائما يعطونا لاعبين في المنتخب، فبكل تاكيد بدر نشوفه ان شاء الله في الايام المقبله مع المنتخب، ويستحق ذلك لانه بصراحه يعني يقدم في مردود جيد مع نادي الاهلي، كذلك مع الرجاء السنه الماضيه يعني اشتغلنا مع بعض، يعني كان احترام متبادل، كان بالنسبه لي يعني اخ صغير بالنسبه لي، لعبنا مع بعض يعني في بعض المباريات، هذا فبكل تاكيد كانت علاقه جيده وتبقى دائما جيده، لانه اهم شيء في كره القدم هي العلاقات، لانه لو تكون عندك علاقات مع اللعيبه ومع الناس اللي اشتغلت معاهم من قبل او اللي تشتغل معاهم حاليا، فبكل تاكيد هذه اضافه كمدرب، وكذلك بالنسبه كلاعب لما تكون لاعب فتلقى ناس تساعدك واللي تعطيك نصائح وتستفد منها لانهم عندهم خبره قبل منك، فبكل تاكيد بتكون مردودك جيد في الملعب. يعني كلام مهم برضه يا بدر اللي بيقوله كابتن هشام. هشام هشام شكرا، عنده مع مغربيه اتكلم مع مغربيه اتكلم مع مغربيه بس عشان الناس تفهم، انا احاول اترجم على قد ما اقدر. ترجم يعني بدر بنون يتاقلم بسرعه مع المصريه خلاص. ايوه خلاص بقى مصري يعني. هشام خويا شكرا، شكرا لك بزاف اخويا على هذه الهضره الزوينه، وانا كما قلت لك اخويا لا 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 كده صعب صعب قوي. لا 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 طبعا اتفضل براحتك. شكرا اخويا هشام بزاف على هذا الكلام الزوين ديالك اخويا، ويحسن لي الشرف كي قلت لك انني عرفتك
قبل ما نلعب ولا من اللي لعبت ولا من اللي اشتغلت معاك اخويا هشام ولا كاع الدراري اللي كنا معاك حنايا كنا كل شيء تذكر غير بالخير. مبروك عليك بعد الماتش ديال الاسماعيلي، كنت باركت ليك انه كان مدرب في ماتش الرجاء والاسماعيلي اللي كان مدرب. طبعا مبروك عليك اخويا هشام، الله يسهل عليك في اللي جاي ان شاء الله، في شي مدرب كبير ان شاء الله اخويا. طب ننزل بالترجمه ولا نعمل ايه بقى عشان سهل سهل لو ركز شويه سهل عادي ما في شيء يعني كده ما فيش حاجه يا كابتن هشام، الدنيا ماشيه كده شكل كويس يعني تمام. طيب يعني اخيرا يا كابتن هشام، يعني النادي الاهلي الحمد لله وصل للمركز الثالث، اعتقد كعربي وكافريقي اعتقد ان ده بالنسبه لنا جميعا يشكل شيء جيد جدا. كنت اكيد مرتبه الثالثه يعني مع فرق كبيره هذا شيء جيد، لكن ممكن الفرق العربيه ممكن تنافس اكثر طبعا، لانه ممكن نحصل على نتائج اكبر من هذه صح. اي وخير دليل على ذلك الرجاء لما تنظم كاس العالم في المغرب، الرجاء لعب مباراه نهائيه ممكن ايوه ممكن، لانه لا شيء مستحيل في كره القدم، لكن بالعمل الجاد وبالاخلاص والتفاني فبكل تاكيد انا ممكن فريق ما عربي يفوز بكاس العالم انديه، لانه مش مستحيل، لان شفنا مباراه النهائي الامس يعني كانت مباراه عاديه وكان ممكن فريق مكسيكي حصل على مفاجاه، لكن كما قلت لك هذه كره القدم لازم الفرق العربيه تثق بنفسها وتشتغل بجد، ممكن يعني في يوم من الايام نشوف فريق عربي يفوز بكاس العالم. كابتن هشام شرفتنا ونورتنا، انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن هشام بوشروان، واحد من الاجيال الجميله جدا والكبيره جدا في المغرب والمدرب المساعد لنادي الرجاء، اعتقد مكالمه مهمه جدا مع من نجم كبير يا بدر. ايوه طبعا ده اسطوره من بين اساطير لاعبي الرجاء، والحمد لله شكرا اولا على انا زي ما تكلمت مع بالمغربي كنت اقول له شكرا على الكلام اللي قلتيه في حقي، والحمد لله لما انت بتكون صغير وبتتفرج على لاعب زي ابو شروان وبعدين مع مرور الوقت بتلاقي نفسك انك جالس بجنبه وتشتغل معاه، دي حاجه كثير حلوه. ولي الشرف زي ما قلت من قبل انني تعرفت برضو على هشام ابو شروان عن قرب واشتغلنا مع بعض ولي كل الشرف صراحه. طيب كنا بنتكلم عن بدايتك، وتفتكر اول ماتش لعبته مع الرجاء في الفريق الاول؟ ايوه مع مين؟ ده ما نمتش الليل كله ما نمتش فعلا. ايوه طبعا مع كوكب مراكشي صح؟ في كاس العرش كاس المغرب. اول ماتش لعبته كان كوكب، وكان كنت لسه راجع من نهضه بركان وكان مدرب هولندي معانا وكانوا صاروا لي مش عارف هو ما كانش عاوزني، كان بيقول لي انت بتتمرن بشويه كده بتتمرن براحتك وكده، ولو فضلت كده مش راح تلعب معايا في الرجاء فاهم. انا مش عاوز. قلت له بص انا اول ما تذكرت نفسي وانا بلعب كوره منذ صغري وانا بلعب بالطريقه دي براحه بهدوء كده، لو انت مش عاوزني معاك في الرجاء خليني ارجع على نهضه بركان العب خلاص. هو عمل حتى ما يستدعينيش الماتشات وكذا، ما ياخذنيش معاهم على الماتشات وكذا. في يوم اتصل بيا شخص جمهور الرجاء بيحبه الله يرحمه اسمه رشيد البوصيري، كان من بين جنود خفاء تاع فريق الرجاء البيضاوي، ممكن كان هو الكل فريق الرجاء البيضاوي. كنت جالس في البيت وكانوا مدافعي الرجاء ما يأدوش كويس في الفترة دي. ايوه. اتصل بيا قال لي بص انت راك موجود اساسي في الماتش ده. خلاص. قال لي كده. وطلعنا على مراكش، ايوه طلعنا على مراكش بلاقي نفسي في التشكيلة الرسمية كده. والمدرب ما كلمني ولا قال لي وانا لسه صغير فاهم؟ ما قال لي تعمل كده ولا كده، والحمد لله أول ماتش فضلت بلعب في الرجاء حتى طلعت من الرجاء. طيب قبل بس ما اروح للنادي الاهلي، هنا الجمهور بيلقبك بالسلطان في المغرب، بيلقبوك بايه؟ ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش. حاجه مع الغريم كده. حاجه مع ايه؟ مع الغريم.
ولا في صحفيين بيراقبوني بمدافع الرومانسي. بس جمهور الرجاء ليه لقب ثاني ما ينفعش اقوله هنا. ما ينفعش تقوله. لا هو عادي فاهم، هو رقم. رقم. هو رقم بس رقم. رقم ستة؟ لا مش ستة. مش ستة، بس احنا عندنا هنا رقم ستة، ما اعرفش عندك ايه. في المغرب موجود 88. 88؟ اه. اشمعنى 88؟ انا كنت جبت في الديربي المغربي، جبت جون في مباراة الذهاب في الدقيقة 88 على الوداد. مع كل احترامي لجمهور الوداد. طبعا طبعا. علشان في صحفيين راح ياخذوا الموضوع ده اللي انا اتكلم فيه وراح يأولوا الكلام كذا وكذا. لا في المغرب انا عارفهم كويس. كنت جبت جول في مباراة الذهاب دقيقة 88، وفي مباراة الإياب برضو جبت جول في نفس الدقيقة 88. وانت عارف الحساسية اللي موجودة بين الرجاء والوداد. طبعا. خلاص جمهور الرجاء افضلوا يسموني 88 كده. 88. طب كده عرفنا 88. طيب يا 88 قول لي بقى النادي الأهلي جالك عرض زي ما قلت ان وكيل مغربي كلمك و يعني حسيت بإيه ساعتها؟ والله انا كان جالي عرض من النادي الاهلي، بس مش كان عرض رسمي. في سنه 2018 لما كنا لعبنا الشان في المغرب. ايوه. مع المنتخب، بس ما كانش حاجه رسميه كده، وكنت عاوز اطلع على الاهلي. بس لما كلمني الوكيل ده وقال لي في عرض، قال لي كده، بص في عرض من النادي الاهلي، انت عاوز تلعب في النادي الاهلي ولا لا؟ قلت له طبعا عاوز. لا قال لي خلاص كده، اعتبر ان الموضوع منتهي. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده قال لي خلاص انا اكلم المسؤول، وهو كان بيتكلم مع امير توفيق مدير التعاقدات في نادي الاهلي، كان بيتكلم معه، قال لي بكره راح يكلمك امير توفيق. تمام. اه خلاص بكره كلمني، قال لي انا ظبطت معاه موضوع الفلوس والحاجات دي، وبعدين راح يكلمك امير توفيق. قلت له ماشي. هو ظبط معاهم الامور، بعدين كلمني امير توفيق وقال لي احنا متابعينك بقالنا 3 سنين ولا كده، واحنا دائما كنا حاطينك في فكرنا وكده. قال لي والوقت ده جاء علشان تلعب في الاهلي. قلت له ماشي ان شاء الله، لو ربنا مكتب خلاص انا جاي على الاهلي. خلاص الامور مشت كده، يومين كده مسؤولين تبع الاهلي كلموا مسؤولين تبع نادي الرجاء، والحمد لله الامور مشت في وخلاص. وخلاص يومين ولا 3 ايام الامور كانت خلاص. كان اول تفكير ليك ايه بقى؟ يعني انت قلت لي انت ما نمتش يوم اول مباراه ليك امام مع الرجاء في الفريق الاول. بالنسبه لك بقى كان وجودك في النادي الاهلي عامل ازاي؟ والله كنت كتير سعيد فاهم، وما كنتش متخيل. كنت انا كانوا عندي عروض، بس كانوا عروض خليجيه فاهم. كانوا كتير عروض خليجيه، وكنت خلاص راح اطلع على فرق تبع الخليج. بس كنت مستني، وكنت متريت علشان كنت عارف انني كنت ماشي الحمد لله كويس في مصاري مع فريق الرجاء، وكنت حاسس بان حاجه راح تيجي حلوه. والحمد لله احسن حاجه حلوه جات هو انه جاء عرض من فريق كبير زي نادي الاهلي، الكل بيعرف قيمته. وانا بقالي هنا كم شهرين ونص الحمد لله، معي كاس مصر، معي برونزيه هي دي، وكنت حاضر في المباراة النهائية مع الأهلي الحمد لله، وباقي قدامنا كأسين، كأس سوبر الأفريقي وكأس سوبر. دي حاجة ما بتحصلش في أي فريق إلا في فريق زي النادي الأهلي هنا. طيب الصورة اللي قدامنا، وهي دايما أنت بتعمل الاحتفال ده بعد أي هدف تحرزه يعني. برضو لماذا هذا الاحتفال؟ يا صراحة أنا في المغرب كنت مريت من ظروف صعبة، خصوصا من بعض الناس ربنا يسامحهم كانوا مستغلين اسم بانون علشان يسوقوا مثلا جرايدهم ولا صفحاتهم على الفيسبوك. اول ما يعمل حاجه بانون بتلاقي الكل بيتكلم عليه وحش وينسوا على طول الحاجات. وهي الناس عماله بتتكلم، ولا انا في حياتي عامل زي كده، الناس بيشوفوني هادي ولا كده، بس في حياتي لو الناس فضلت تتكلم طول حياتها على بانون مش راح يسمع ولا حاجه. انا باخذ الحاجات الايجابيه، ممكن حد ينتقدني في لعبي ويصحح لي كده وكده، ممكن اخذ الحاجه دي. بس انت بتتكلم على حاجه فاضيه وحاجه
لما الياس داعي في حياتي ولو في ولا في مشواري الكروي. طب لي انا بس سمع ليك ولا اخذ حاجه في المغرب. كان فتره مرت علي صعبه، وخصوصا بعد العوده تاعي من كاس العالم، ما لقيت حد واقف جنبي بخصوص من الصحفيين. في حين انني لو كنت عملت حاجه وحشه كانوا اول من يهاجموني هما الصحفيين في المغرب. خلاص انا بقيت كنت متضايق شويه، بس جلست مع نفسي في البيت والحمد لله الناس اللي قريبين مني، وعملت هدفي انني اركز في كورتي. اللي عاوز يتكلم على بنون وحش يتكلم، اللي عاوز يتكلم على بنون حلو يتكلم، بس انا هدفي انني استمر في الكوره، والحمد لله انني ناجح في مساري لحد دلوقتي، وانا موجود هنا مع نادي كبير نادي الاهلي وشايل ميداليه كبيره دي طبعا مرتبه ثالثه الحمد لله. من 2018 كاس العالم 2021 حققت حاجات كبيره في مساري، اذا انا ماشي في الطريق الصحيح. الحركه دي كنت بعملها الناس كتير اللي كانوا غالطين في حق بدر بنون، بس سامحهم والله. انا مسامح كل الناس بعد البطوله، والله انا مسامح بعد البرونزيه يعني انا مسامح كل واحد، بس عاوزهم هما برضو هما مسامحين نفسهم ولا لا. دي الحاجه دي. طيب اصعب ماتش مر عليك في مصر هنا في الشهرين ونص اللي فاتوا دول في مصر؟ كان الماتش الاول طلع الجيش النهائي. أصعب ماتش كان بالنسبة. ده أصعب ماتش؟ علشان في حاجات، هو أول ماتش مع نادي الأهلي، كل الناس مستنية بدر بنون الصفقة تبع النادي الأهلي، ويبقى نهائي راح تأدي إزاي وأنت مش عارف برضو الكرة المصرية عاملة إزاي، ولا اللعيبة تبع طلع الجيش برضو اللعيبة زمايلك، أنت مش عارف أفشى بيحب الكرة هنا ولا هنا، أيمن أشرف مش عارف طريقة لعبه وكذا، حاجات اللي بتفرق مع لاعب. بس الحمد لله ربنا وفقنا فيها، والحمد لله قد ضربة الجزاء سددتها بطريقة حلوة وادتني شيء كبير الحمد لله. وهي بتتعرض معانا كده برضو، ضربات الجزاء بيبقى ليها ستايل معين وشكل معين، ولازم يبقى عندك أعصاب من حديد. من الواضح إن الأعصاب موجودة يعني، ما كنتش مقلق أو خايف وأنت داخل في أي ماتش؟ في هذه المباراة، مباراة الجيش، طلع الجيش. الجيش؟ لا خالص. خالص ها؟ خالص والله خالص. عشان أنا الحمد لله أنا في ضربة جزاء أنا أركز كويس علشان أجيب جون. بس لو ضيعت ده ربنا مكتوب ربنا. ممكن الحارس يكون ممتاز في الكورة دي. ممكن يشيلها، ممكن تضرب كرة تطلع فوق المرمى، ممكن تضرب في القائم كده، حاجات ممكن تحصل. بس لي طريقة الحمد لله بشتغل بها في تنفيذ ضربات الجزاء، الحمد لله ماشية معي. ماشية معك. طيب في ضربات الجزاء الأخيرة أمام بالميرس دخلنا أحرزنا هدف، أنت جبت أول، أنت تاني هدف، أنت تاني أول هدف. أول هدف كان بدر بنون، وبعد كده دخل أعتقد عمرو السلية ضايع ضربة الجزاء. حسيت بإيه؟ ولا حاجة والله خالص؟ والله كان عندي إحساس كبير في السنام. كان عندي ثقة كبيرة في السنام، وكل اللاعيبة كانوا ثيقين في السنام. والحمد لله ما خيب ثقته فينا، ما خيب ثقته، والحمد لله ربنا يداله على قدر شغله وكل حاجة. هو السناو بيشتغل بجد، ربنا كافئه في مباراة كبيرة. طيب حياتك الشخصية بقى، حياتك الشخصية، هل أنت متزوج؟ هل أنت عندك أولاد؟ هل احكي لنا برضو. طبعا أنا متزوج من سنة 2016 ومع ابن واحد اسمه إياد. إياد فعمره 3 سنين ونص دلوقتي. 3 سنين ونص. بسم الله ما شاء الله. موجودين معاك هنا ولا في المغرب؟ ايوه طبعا. لا هنا موجودين معاك. مبسوطين من القعده في مصر ولا لا؟ ما هو اياد معاه 3 سنين ونص، بقول له نطلع على المغرب، بيقول لي لا خلاص نفضل. يعني اياد عايزك تقعد هنا. هو لا هنا كتير العاب ومولات وكده، خلاص هو دي الشغلانه اللي عامله. اياد عايزك تقعد بقى ولا تمشي ولا؟ هي برضه حبت مصر. والله هي برضه حبت، وانا برضه حبيت. هي بص ما فيش فرق كبير بين مصر والمغرب بالظبط،
لسه كنت هقول لك والله ما فيش فرق. التقاليد تبع المغاربه زي مسؤول تقاليد تبع الناس شعبيين وكذا، وممكن تخش على البيت تاكل، ممكن تطلع من هنا تاكل وعادي. اعتقد وجودها فرق معاك طبعا. هو في الاول جيت انا وكيل اعمالي هنا، فضلت قاعد في الفندق، فخلاص وكيل اعمالي زبط لي امور تبع البنك والحاجات دي. خلاص طلع المغرب، فضلت لوحدي في 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 الفندق، وكنت عاوز اجيب معي اماراتي من الاول. بس اول ما جيت على مصر قالت لي كورونا مع عائلتي. اوكي، الف سلام. خلاص، طب راح تفضل في المغرب 20 يوم لغايه لما تبقى كويس. فضلت هنا لوحدي في الفندق لما الحمد لله تحسنت وكده، وبعدين جت على طول على مصر. طب قول الو بقى، الصوت ده مش هتعرف تغلط فيه. مش هتعرف تغلط فيه. ليش؟ قول الو. الو. طبعا يعني مش هينفع، مش هينفع تغلط، خلي بالك. مش هتروح. لا قول اسم تاني احسن. الو. الو. ايوه بيبي. حبيبي. كي دايره؟ الحمد لله. كل شيء مزيان. منور تبارك الله عليك. اضرب مصريه باش يفهموا. ما شاء الله تبارك الله عليك، منور. بقولها تكلمي مصري علشان بيفهموا. اهلا بك يا مدام غزلان ام اياد، يعني مبسوطين جدا ان حضرتك معانا، وفي نفس الوقت يعني احنا مبسوطين ان بدر معانا. شايفاه ازاي بقى في التلفزيون انت قاعده كده؟ اولا شكرا كابتن اسلام، يعني شكرك يا شرف ليا اني اطلع مع حضرتك. ربنا يخليكي، شرف لي. يعني اول حاجه حابه اقولها، كان بغي نبارك لجميع الاهلاويين على التتويج بالمرتبه الثالثه عالميا، من خلالهم الحقيقه كان ظهور مشرف للكره العربيه والافريقيه بصفه عامه. وبالاخص كان بغي نهنئ الزوج ديالي، كان نجم من نجوم البطوله، شهدت الجميع ما شاء الله كان في المستوى. ومن مميزاته اللي دائما كنقولها له، الحمد لله دائما يكبر مع المقابلات الكبرى. الحمد لله. الحمد لله. يعني هل هو هادي في البيت كده برضه يعني يا ام اياد، ولا برضه بقى يعني؟ اصل احنا كل ما اكلم حد يقول لي اصله هادي جدا، هو في البيت عامل ازاي؟ هو الصراحة شخصيته هي كده من عند ربنا هادئ، بس يعني شوية شوية في البيت بيكون يعني شخصية مرحة، وبيهزر وبيضحك وبيلعب مع ابنه كده. الحمد لله يعني كل تمام. يعني اياد ده اخباره ايه؟ اياد كويس؟ الحمد لله. مبسوطين في القعدة في مصر؟ دوزي دوزي ليه يا غزلان دوزي؟ اياد. بابا. نعم بابا. توحشيني؟ انا نجي دابا، انا قريب نجي عندك. مش هنأخره، هنجيبه لكم. علشان هو لسه شايفني ساعة ولا ساعتين بعدين طلعت عليك. ها؟ بابا كان بغيك. انا كان بغيك بابا، يلا انا شوية نجي. مش هيتأخر عليك يا حبيبي، هيجي لك على طول. انا قعدت معاه ساعة ولا كده. بعدين طلعت هنا على طول. جمهور النادي الاهلي كله 70 80 مليون اهلاوي مستنيينك. يعني طبعا المدام واياد ليهم حب طبعا وكل حاجه، ولكن في النهايه جمهور النادي الاهلي مستنيك، وكان مستنيك النهارده، وقد ايه السعاده والانبساط اللي هم الحمد لله. يعني هقرا لك كمان شويه، انا مش يعني كميه مسجز جايه لك غير طبيعيه. ام اياد برضو عايزين نعرف يعني مبسوطه في مصر ولا لسه ما خدتيش على الجو؟ لا لا بالعكس، الحمد لله. يعني اول ما جينا على مصر تعلمنا بسرعه، خصوصا يعني مصر بلد جميل، ويعني من زمان هو والمملكه المغربيه يعني اشقاء. طبعا نتعودنا من يوم ما كنا صغيرين بنتابع جميع يعني افلام مصريه والحاجات. يعني احنا ومصر يعني قريبين من بعض. بيتكم الثاني يعني؟ بلد ثانية يعني قريبين من بعض، وخصوصا الناس طيبين جدا، شعب محبوب، الكل رحب بينا لغايه الساعه، بيوصلنا رسائل ترحيب صراحه، كل الحب والتقدير للشعب المصري صراحه. طيب بتاكلي اكل مغربي ولا مصري؟ ضروري. ضروري ايه؟ يعني عايزه اقول لك الحاجه الوحيده اللي انا لقيت فيها صعوبه هنا في مصر هي الاكل. فعلا؟
بصراحه لسه ما تعودتيش على لسه ما تعودتيش تعملي الاكل المصري؟ في اختلاف شويه ما بين الاكل المغربي والاكل المصري. عشان كده يعني لازم اطبخ مغربي في البيت. يعني هي بتطبخ لك مغربي بس يا بدر؟ طبعا لغايه دلوقتي بدر لغايه دلوقتي ما انا جاي اليوم قلت لها اعملي لي حاجه مغربيه علشان احنا 15 يوم كده في خطر فندق طبعا. اكل تبع فندق كده كده بس عبد الرحمن راح يزعل دي لا الاكل كل واحد مسؤول لا مسؤول تغذيه في النادي انا شأت الاكل المغربي في ال 15 يوم دول اكل اليوم وبكره ممكن بكره شويه بس وخلص. بعد بكره خلاص الماتش ماتش بس هو شكله ما بياكلش يا مدام لا هو كده يعني هو وباباه واخوه يعني عيلتهم كلهم يعني قوامهم كده بس بياكلوا كويس اهم حاجه بياكلوا كويس الحمد لله طيب يعني لو حبيتي تقولي كلمه لبدر على الهوا كده تقولي له ايه؟ صراحة شهادتي في بدر مجروحة وهو عارف يعني بعد إذنك أقول له الأول مرة على الهواء وأمام الكل أني كان بغيك بزاف والله يخليك لي يا رب آمين يا يعني حاجة جميلة جدا طبعا يعني بتقولك يعني ربنا يخليك لي بص على فكرة هي أول مرة بتطلع على قناة ولا على حاجة أول مرة بتتكلم كده الحمد لله انا ربنا اداني بنت ناس الحمد لله واول ما تجوزنا الحمد لله واحنا ماشيين في الخير وربنا بيدينا الخير انا دايما الكلام ده بقوله لها اقول لها اول ما خشيتي على بيتي الحمد لله وربنا مدينا حاجه حلوه وكويسه الحمد لله واحسن حاجه بالنسبه لنا هو اللي بتسمع فيه ده هو اياد انا مراتي كنت بعرفها قبل ما اتجوزها باربع سنين كده علاقه حب الحمد لله لسه لدلوقتي وبرضو اقول لها انا الحاجه اللي زعلان منها دلوقتي هي موضوع الكورونا دي ما تخليناش ندي لهم حقهم فاهم طبعا دايما انت لما تخش على الفندق يوم بعد يوم تيجي لعندهم اليوم الثاني لازم تخش على الفندق مثلا 15 يوم في قطر بقالك يومين كده وبعدين راح تروح تاني على الفندق هي الكورونا لخبطت الموضوع شويه انا حاسس نفسي انني ما مديهمش حقهم فاهم بس هي فاهمه الموضوع ده هي ممكن تفهم بس عائل صغير زي اياد كده ما بيفهمش الموضوع هو بيقول لي لا خلاص ما تروحش على الفندق ما تروحش تلعب مات بس ان شاء الله لما نخلص ونبطل كوره هفضل معاه على طول هتفضل معاه على طول تسال ده كلام كده هيقول لك امتى هتمشي روح يعني اولا سعداء جدا بوجودك معانا بس يعني هل هتعملي له ملوخيه قريب ملوخيه بالارانب ملوخيه مصري ولا هيبقى صعب برضه؟ ان شاء الله ان شاء الله هتتعلمي يعني؟ هتعلم ان شاء الله يا رب ان شاء الله هو على فكره هو يعني على طول اخذ على الاكل المصري مع زملائه في الفريق أيوة دايما أيوة. بياكلوا اكل مصري وبيجي عندي وبيقول لي انا اكلت كده وكده اقول له بالهنا والشفا بالهنا والشفا من قلبك ها من قلبك بتقولي له بالهنا والشفا من قلبك طبعا. ولا عشان بياكل بره لوحده لا بالعكس والله عادي عادي يعني طيب هتجيب لها هديه ايه بقى عشان البرونزيه بدبسك على الهواء ايوه هي تبع البرونزيه ولا تبع عيد الحب الاثنين بزود حاجه ودي حاجه خليها واحده غزلان لا تسال هي اللي عاوزاها انا الحمد لله لا مدافع رومانسي صحيح يعني لا الحمد لله هي انسانه بتسال والله تستاهل طبعا تسال كل خير انا دايما اقول لها اي حاجه عاوزاها خذيها من غير ما تقولي لي ولا حاجه خذي راحتك والحمد لله احنا ماشيين في حياتنا كويسين ربنا يدوم محبه ربنا يخليكم لبعض انا بشكرك جدا اخر حاجه عايزه تقوليها لو عايزه تقولي حاجه لجمهور الاهلي لبدر للفتره اللي جايه الفتره السابقه اي حاجه عايزه تقوليها يعني ما فيش حاجه من غير اني اشكرهم يعني جزيل الشكر يعني دايما بتوصلني رسائل من عند جمهور الاهلي يعني حبهم الكبير لبدر بيخليني يعني انا احبهم اكثر وبقول لهم استنوا بدر لسه ما شفتوش يعني لسه ما شفتوش بدر يعني قدراته
كلها لسه ما شفتوهاش، يعني ان شاء الله هيتوفق اكثر واكثر مع النادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا لمؤياد على وجودك معانا. البيت له دور كبير يا بدر دايما. طبعا خصوصا الحياة الزوجية دي تفرق مع لاعب، خصوصا لاعب تبع كرة القدم. ممكن مجال تاني ممكن تمشي من غير ما تتجوز ولا كده، بس في كرة القدم لو عاوز تركز في كورتك وفي مشوارك من الأفضل أو من الأحسن بالنسبة لي أن الإنسان يتجوز. أنا اتجوزت صغير علشان أركز في مشواري في الكرة. طيب خلينا هنطلع فصل، ولكن قبل الفصل أخذ بعض التعليقات حضراتكم على هاشتاج اسال بدر بنون مع الشاطر. تحيه ليك يا كابتن، اشكرك جدا. سلامي البدر، بجد انا سعيد ان في لاعب بالعقليه دي في النادي الاهلي، قمه في الاحترام وعنده قوه ايمان وقريب جدا من ربنا. الشيهي بيقول انا عايز لطيف قوي اللي قال لك انا عايز اتجوز ومراتي تكلمني وانا طالع مع اسلام الشاطر وتقول لي ايوه يا بيبي. مساء الخير. ده عبد الله بيقول مساء الخير يا كابتن اسلام، انت والسلطان يا ريت نعرف منه ليفاندوفسكي قال له لما السلطان ضايقه في الملعب، قال لك حاجه لليفا لما انت ضايقته في الملعب؟ لا هو كان بس بيتكلم مع الحكم في الضربات الركنيه ولا الفاولات كده، علشان انا كنت بمسكه كده، هو بيتكلم مع الحكم عادي، ما تكلمش انا وياه. طيب احمد بيقول اتمنى رسالتي توصل لكابتن اسلام، انا بشكر لعيبه الاهلي لانهم سبب دايم في فرحتنا وفي سعادتنا، واقول للسلطان بدر بنون انك من اول يوم دخلت قلوبنا زي كل لعيبه الاهلي، واقول لعلولو انت اغلى حاجه على قلبي. ده لمعلول والبدر بنون. تحياتي، ده عطيه بيقول تحياتي للكابتن، اشكرك جدا ونحن نعشق كل من يرتدي قميص الاهلي، واتمنى ان تزداد تالق على بدر طبعا وزملائك كلهم. عطيه هبه دمياط عاشق النادي الاهلي. اسامه بيقول تحياتي لكم يا كابتن اسلام، قول للسلطان بدر انه دخل قلوب كل الاهلاويه لاخلاقه ولموهبته، لاعب كبير بنكهه الاهلي العريق. ساره بتقول بدر بنون مش بس بيقدم عظمه في الملعب، بيقدم عظمه مع كابتن اسلام. بدر بنون شخصيته لايقه على النادي الاهلي، وهنفضل ندعي للي اختار بنون للاهلي، صفقه كامله بمعنى الكلمه، وكمان عاجبني قوي اخلاصه وحبه وانتمائه للرجاء، وده اللي انا كنت بقولك عليه. جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، جمهور عارف كويس جدا اللي قدامه بيتكلم من قلبه ولا لا. صح. احمد ياسر بيقول تحيه ليك، اشكرك جدا وتحيه للسلطان، واساله هو جرب اكل مصري ايه؟ لسه سالينه، هو انت لسه جربت اكل مصري؟ اكلت ايه بقى؟ اكلت عكاوي كده. عكاوي؟ كده اول ما تخش في العكاوي. طعميه، اكلت طعميه وكل حاجه. كل حاجه يعني. عجبك اكتر حاجه ايه؟ كشري برضو، اكلت كشري. كل حاجه الحمد لله، كل عجبني. انا عجبني بس مراتي ما عجبني. عجبهاش الكشري؟ لا. هي بتقول لك ما فيش معكرونه مع عدس، علشان احنا في المغرب ما نحطش معكرونه مع عدس مع بصل مع كده، وهي عندها برضو هي بيوجع القولون. القولون على طول. الكشري يوجع القولون على طول. يخلص خلاص. قالت لي لو اكلت ده راح اروح. لا يا مؤياد ما تاكليش الكشري. احمد بحر بيقول مساء الخير، ظهور مهم للسلطان بدر بنون في القناه، ومستنيين كتير منه في التصدي. مين اللاعب اللي تحب تقعد معاه في المعسكر؟ بتقعد مع مين في المعسكر؟ لا الكورونا كل واحد لوحده. كل واحد لوحده. اوكي. بدر مع اسلام الشاطر دماغ وردود وشخصيه كبيره والله، وجاله سؤال بيقول له ان شاء الله تعتزل معانا، قال له لا انا اتمنى قضاء سنوات كتير جوه النادي الاهلي، بس انا حلمي اعتزل في نادي الرجاء، ودي حاجه محترمه جدا. محمد الخطيب بيقول كابتن اسلام انت اشكرك جدا. سؤالي للسلطان بدر بنون، من وجهه نظره الاهلي محتاج ايه علشان يكون نادي عالمي، وبالاخص في مباراه بعد مباراه البايرن؟ الاهلي هو الحمد لله النادي الاهلي نادي عالمي، ولكن الفارق كان واضح الحقيقه. النادي الاهلي محتاج ايه الفتره اللي جايه علشان يبقى يصل لمثل هذه الفرق العالميه يعني؟ الاهلي اللي انا في نظريتي علشان لازم نقيم الاهلي في افريقيا بالظبط، فاهم؟ مش لازم نقارنه مع البايرن ولا السيتي ولا كده. صح. لو قارنت الاهلي افريقيا ممكن تلاقيه زي مثلا البايرن في اوروبا ولا كده. الاهلي في افريقيا فارق كبير. ممكن احنا دلوقتي خاشين على دوري الابطال، ممكن في الماتش تبع المريخ
نقيم انفسنا ونشوف مستوانا والحاجات اللي استفدناها من البطوله الكبيره دي، بطوله كاس العالم، وبعدين ممكن نشوف الآلي ناقصوا ايه والحاجات اللي ناقصانه. ان شاء الله احنا نوعد جمهورنا اننا راح نشتغل عليها ان شاء الله علشان يشوفوا الآلي زي البايرن ان شاء الله. ان شاء الله. سر رقم 13، سر رقم 13 مش هسأله البدر دلوقتي، هطلع فاصل وبعد الفاصل هنعرف ايه هو سر رقم 13. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بدر، سر رقم 13، اخترت رقم 13 ليه؟ مع انه رقم صعب يعني. هو أول بص، اول مره اتكلم على الرقم ده. نعم. واول مره في حد يسالني على الرقم ده، بس اللي ما يعرفوش الناس ان الرقم 13 كان الدولي أسطورة من أساطير فريق الرجاء البيضاء. ممكن أنت تكون واجهته الكابتن إسلام، هو عمر نزاري. عمر النقاري ده طبعا ده أسطورة من بين أساطير نادي الرجاء البيضاء، وكان مساعد مدرب في فريق الأمل معنا في الرجاء. وفي يوم أنا كنت أجي على الماتش، أي قميص بلاقي منزل خلي لعيبه ياخذوا 10 9 6 واي قميص يفضل الاخير اشيله والعب به الماتش. في ماتشين اخذت رقم 13 وجبت بهم جون ولا مع جونين كذا. وكان ويقول لي عمر النقاري ده الرقم ده خلاص مش راح تشيله من دارك حتى تبطل الكوره. انا مدي له، والحمد لله فضلت محتفظ به برضه، لعبت به في فريق نادي شبركان. ولما رجعت الرقاء اخذت 13، واول شروطي مش شروطي كانوا في النادي الاهلي انني احتفظ برقم 13 كرمالا واعترافا بنجم فريق الرجاء البيضاء وعمر نزار. يعني ده حاجه جميله جدا، ولكن برضو عايز اعرف علاقتك ايه بموسيماني. سامحني كابتن اسلام، وعاوز اشكر برضو علي لطفي. على لطفي هنا في الآلي، على السنة هو اللي كان مع الرقم ده، وأول ما جيت على النادي كلموه وقالوا له بدر عاوز رقم 13، وقال لي مرحبا ده أخويا بدر وكده، واداني رقم 13. برضو عاوز أشكر علي لطفي على الجسد ده. تمام. علاقتك إيه بقى بموسيماني؟ علاقتك إيه بأيمن أشرف اللعيب اللي بيلعب جنبك؟ ياسر، المجموعة بالكامل يعني. والله كل اللعيبة حبايبي، والله مش كلام قدام كاميرا ولا كده، بس احس كل اللعيبه زي اخواتي، وبنتعامل مع بعضينا زي اخوات، علشان احنا بنفضل مع بعضينا وقت اكثر من نفضل مع عائلاتنا، والحمد لله. انت لو حاسس بحاجه تطلع تتكلم مع ايمن على طول، ولا تكلم افشا ولا الشناوي، والحمد لله دي الحاجة اللي كويسة في الفريق تبعنا، واللي تخلينا نحقق نتائج إيجابية، أننا بنشتغل زي إخوة في مع بعض في النادي. موسيماني بقى. موسيماني ده مدرب برضو بيحقق نتائج كبيرة مع الأهلي، ولكن بتحسوا أولا أنه بيشتغل بشغف. بشغف وبحب، وعاوز يدي حاجة للنادي الأهلي. هو دايما بيتكلم على النادي الاهلي، لو شفت وركز في تصريحاته دائما بيخلي النادي الاهلي في مرتبه كبيره، وعاوز يدي حاجه، وبيشتغل بقلبه مع النادي الاهلي، ورغم النتائج الايجابيه اللي حققها دائما بيجيلك بحاجه جديده. دائما بيطور نفسه، دائما بيشتغل على الخصوم، دائما بتلاقيه محضر لك ماتشات ولا محاضرات، دائما بتلاقي محضر لك بيسهل عليك الماتش ب 50 ولا 60%، بيفضل بس انت تركيزك ومردودك اللي يفرق معك في الماتش. الحاجه الثانيه بتلاقيه هو والجهاز ساعه مشتغلين عليها. والحمد لله نتمنى اننا نفضل على النتائج الايجابيه ان شاء الله. اللي لو الاهلي بيلعب الرجاء هتبقى المباراه بالنسبه لك عامله ازاي؟ مش عاوز اتخيل. مش عاوز تتخيل. والله صعب صعب. صعب، بس هي انا شربت شاي علشان السؤال ده. هي بس كلاعب محترف خلاص، انا دلوقتي مع النادي الاهلي راح ادافع على خميس نادي الاهلي. بالضبط بالضبط. اسيب حب تبع فريق الام كده والرجاء، بس شغلانتي بتلزم علي انني ادافع على خميس نادي الاهلي، راح اشتغل مع النادي الاهلي. لو كنت في الرجاء بعدين رحت على الرجاء ولعبني الاهلي برضه راح اشتغل مع الرجاء، بس
الفرق ان الاثنين دول بيبقوا في قلبي ان شاء الله. ان شاء الله ويظلوا دائما في قلبك. عندك مباراه مهمه جدا يوم الثلاث. هل من الممكن ان انت يعني انت جاي من كاس العالم واخد برونزيه وبرنامج النهارده وكذا وكذا وكذا، هل ده ممكن يؤثر على تركيزك يوم الثلاث في اي شيء؟ لا لا، بص احنا اول ما خلصنا بطوله كاس العالم كان عندنا اجتماع مع الكابتن الخطيب، وبعدين تكلمنا احنا اللعيبه فيما بعدين. احنا معنا جمعه والسبت بكره عندنا اجازه. جمعه والسبت ده وقت تبع العائله، اوكي، تبع الفرح كاس العالم. بس يوم الاحد اول ما نيجي على ملعب تيتش خلاص موضوع انتهى. انتهينا من بطوله كاس العالم، لان عندنا مات صعب امام خصم اللي هو صعب. وبرضه لما تكون جاي من بطوله كبيره وانت ممكن الكابتن الاسلامي يكون حصر معك الموضوع ده، اول ما تكون جاي من بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم اول ماتش بتلعبه صعب جدا، بتأدي وحش. احنا الحاجه دي اللي خايفين منها، والحمد لله تكلمنا عليها قبل من الماتش، وان شاء الله راح نكون مستعدين قدامنا الاحد والاثنين علشان نحضر كويس الماتش. والحمد لله احنا مستعدين للماتش، ان شاء الله راح نخش نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. طيب اخيرا يا بدر، يعني انا مش هطول معاك اكتر من كده، لان انا عارف ان انت بتنام بدري والعائله تنتظر بدر بنون، واياد ينتظر بدر بنون، ربنا يخليه لك. ومش عايزك مش عايز اطول معاك اكتر من كده، مع ان جاي لك مسجز كتيره جدا جدا جدا، بس ممكن تورينا الشهاده والميداليه يعني نستعرضهم كده على الشاشه عشان يبقوا. دي الميداليه تبع المرتبه الثالثه، ودي بقى شهاده بيدوها لك الفيفا. دي شهاده من الفيفا ان انت لعبت في كاس العالم وخدت ثالث العالم. ايوه طبعا، باسم النادي الاهلي وكده. باسمك ولا باسم النادي الاهلي؟ لا، في اسم نادي الاهلي. اسم الاهلي، اوكي. مشاركه في كاس العالم. بالامضه تبع رئيس الفيفا وكده. ودي حاجه تبقى رمزيه من الفيفا. دي حاجه رمزيه من الفيفا. كل اللعيبه اللي شاركت في البطوله دي بيدوهم الحاجه دي كتذكار في البيت ولا. ما خدتهاش انا، خدت الاثنين دول بس ما خدتش دي. ما اداوكمش دي؟ لا، مش لسه مصنعين في 2001. ما انتوا خدتوها خلاص، يبقى انا خدتها. دي حاجة بتبقى ذكرى ليك. وبرضه النادي الاهلي ادانا حاجة صغيرة كده، هزار، ادانا كورة لكل لاعب علشان تبقى معاك. دي جميلة جدا. طيب عشان اختم معاك في النهاية، ختامها مسك يعني، حواليك صورة لطيفة جدا. يعني الصورة دي برضه من الحاجات اللي قد ايه الأسرة مؤثرة في حياة بدر بنون، وإياد بقى تحديدا. إياد تحديدا له دور مهم جدا. طبعا مؤياد ليها الدور الاكبر، ولكن عايزين نروح، عايزين عشان نعرف نروح ونعرف نخش البيت. فالصوره دي برضو بالنسبه لك جميله جدا. يعني ربنا يخليه لك. اياد ده بالنسبه لي اياد بتشيرت الاهلي. كل حاجه. هو برضو خلي بالك هو رجاوي طبعا. وبيحب الرجاء جامد. بس اول ما جاء الاهلي ما كنتش فاكره راح يغير الرجاء. بس دلوقتي الاشعار اللي بينزل في القناه دي تبع ناصر في العالي ولا كده، هو حافظه ما شاء الله كله. بسم الله ما شاء الله. اول ما يجي الاشعار ده بيصعد فوق الكنبي ويعمل يرقص ويعمل يردد معهم الحاجه دي. مش كان عاوز يلبس لي قميص ثاني من غير قميص فريق الرجاء، بس قميص الاهلي اول ما جبته له فرح به كثير. والحمد لله هو طالع زي ابوه، بيحب الناس اللي بتحبه. الحمد لله، ده ربنا يحفظه لي ويخليه لي يا رب. ربنا طبعا الاشاره دي بتفكرنا باللاعب الكبير مؤمن زكريا طبعا. ربنا يديله الصحه، وطبعا بنبارك له على برونزيه المونديال، لانه طبعا احد اهم عوامل نجاح النادي الاهلي في هذا الموضوع، مش في البطوله الافريقيه بس، في الدوري والبطوله الافريقيه وفي كاس مصر وفي برونزيه كاس العالم الانديه مؤمن زكريا. اولا زي ما قلت كابتن اسلام، نتمنى ان شاء الله ان ربنا يسافيه ان شاء الله، ونرجع نشوفه في الملاعب ان شاء الله، ممكن في الاهلي ولا في فريق ثاني. المهم الاهم انه يرجع يلعب الكوره، الحاجه اللي بيحبها مؤمن. ما كانش لي الشرف انني قابلته من قبل، بس شفته في ماتش النهائي بين الاهلي والزمالك، كان حاضر.
وكنا نتمنى انه لو كان حاضر معنا في البطولة دي حتى كضيف صرف علينا، بس احنا برضو كلاعيبة باسمي وباسم جميع اللاعيبة بناديك يا مؤمن الميدالية دي، ونتمنى لك ان شاء الله حبيبي الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اخيرا يا بدر، لو عايز تقول اي حاجه لجمهور النادي الاهلي. طبعا انا عندي اسئله كتيره جدا وعندي حاجات كتيره جدا، ولكن انا مقدر الحقيقه، انا مقدر وجودك معانا النهارده، وعارف ان بدر وانا اسف اياد وام اياد مستنينك، ولك الحق كاملا، ولكن احنا بنشكرك طبعا على وجودك معانا لمده ساعتين. لو عايز توجه اي رساله، كاميرا قدامك، اي رساله لجمهور النادي الاهلي اتفضل. اولا انا عاوز اشكركم على حبكم لي والحب الكبير اللي بتدوه لي ورسائل تبعكم، وان شاء الله انا اعدكم ان شاء الله انني برضو اشتغل على نفسي علشان ابقى احسن من كده، وادي الاضافه لنادي كبير زي نادي الاهلي اللي وراه جمهور كبير اللي شفناهم في قطر. صراحة كان لقاء بقاله فترة كبيرة بين اللاعب والجمهور، والحمد لله أول لقاء لنا كان في بطولة كبيرة زي بطولة كأس العالم، والحمد لله كنتوا واقفين جنبنا، والحمد لله برضو اللاعبة كانوا رجالة ودوكم ميدالية اللي يفتخروا بها، احنا برضو كلاعبة ولا انتوا كجمهور ولا نادي كبير كنادي الأهلي. نتمنى ان شاء الله اننا دائما نكون موفقين في دخول السعادة لبيوتكم ان شاء الله. انا بشكرك يا بدر على وجودك معانا ساعتين، انا عارف ان هم كانوا صعب ان انت تكون متواجد معانا، ولكن حبك لجمهور النادي الاهلي، ولان جمهور النادي الاهلي مشتاق ان هو يشوفك في اول ظهور خاص على شاشه قناه النادي الاهلي منذ ان تواجدت في مصر، اعتقد كان يستحق تواجدك، ويعني قد ايه الناس فرحانه ومبسوطه بيك وبطريقه كلامك وباسلوبك. اتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه، وبشكرك على تواجدك معايا. حبيبي يا اسلام، شكرا ليك انت برضو على استضافه تاعك، والحمد لله لولا حب الجمهور لما كان بدر بانون. الحمد طبعا. لله اتمنى ان شاء الله انني اكون دائما في عيونهم كويس وجميل وخفيف عليهم، وان شاء الله يكون برضو في شغلي ادي الشغلانه اللي مطلوبه مني لانها واجب علي. شكرا لك برضو ثاني مره ثانيه كابتن اسلام حبيبي. شكرا جزيلا لي. نجم بدر بانون السلطان، بدر بانون كان في حديث خاص جدا لقناه النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي. في اسئله كتيره جدا كنت ممكن اسالها لبدر، ولكن الحقيقه الراجل بقاله 15 يوم بره بيته، لازم نسيبه برضو يقعد معاه، وعنده تمرين بكره او بعد بكره ان شاء الله، فنتمنى له يا رب كل التوفيق، وراجل مركز تماما في يوم الثلاث اللي جاي. بنشكركم شكرا جزيلا، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم على كل ده، كل الحاجات اللي حضراتكم بعتوها. ولكن لو عايز تعرف الاهلي اسال عن الاهلي وقد ايه بطولاته.